هز أبي رأسه في امتعاض ثم قال: لن نغير رأينا يا داستن، وهذا لمصلحتك. حاولت مجادلته قائلا: سوف أفعل أي شيء تأمرني به، ولكن لا ترسلاني إلى هناك، أشعر أنني لو ذهبت ستحدث لي أشياء فظيعة. فتنهد ثم قال: إنك لست ذاهبا إلى سجن يا داستن، سوف تذهب إلى معسكر. والتقط شقيقي لوغان ذو السنوات الثماني كلمة السجن وراح يرددها ويقفز: السجن السجن، داستن ذاهب إلى السجن. فصرخت فيه قائلا: اطبق فمك يا لوغان. ثم جلست على الأرض ورحت أحملق في الحقيبة الرمادية الملقاة عند قدمي، وقد نقش على مقدمتها اسمي داستن مينيوم. فقد قامت والدتي بكتابة الاسم بعناية وبخطوط سوداء بارزة حتى لا يمحى. ثم نظرت نحو الملابس الملقاة فوق الفراش، مجموعة من السترات وسراويل من الجينز وجميعها تحمل اسمي فوقها، فقد كانت أمي تكتب اسمي على كل شيء يخصني، كل شيء. استمر لوغان في القفز والصياح، ولكن بصوت أكثر ارتفاعا هذه المرة: داستن ذاهب إلى السجن، داستن ذاهب إلى السجن. صرخت فيه مرة أخرى محذرا: اصمت يا لوغان. ورأيت أبي يحمل السترات ويضعها داخل الحقيبة، ومن خلفه تبدو صورة المصارع الشهير هال هوغان المعلقة فوق مكتبي، والتي سيمر 4 أسابيع قبل أن أراها مرة أخرى. 4 أسابيع كاملة، 4 أسابيع مخيفة في المعسكر. كيف يفعلان ذلك بي؟ كيف يبعداني عن المنزل لمدة 4 أسابيع؟ لن أستطيع البقاء على قيد الحياة هناك، إنني خجول للغاية ولا أستطيع كسب الأصدقاء، كما أنني نحيف للغاية ولن أستطيع ممارسة الرياضة. وفكرت أنني كنت سأفضل الذهاب لمعسكر لو كنت قوي البنية مثل هوغان. ربما لو كان لي ذراعان مفتولان وسيقان قوية لكان حالي أفضل، فهذا هو ما يحتاجه المرء حتى يصبح رياضيا. ولكنني لست قويا مثل هوغان، إنني نحيف للغاية وأطرافي تكاد تكون مستقيمة، لا يبرز منها أي عضلة، حتى شعري يبدو نحيفا. يا لي من رياضي ضعيف، بمني لا أقوى حتى على سحق ذبابة. ولكن مهلا، هل يوجد ذباب بالمعسكر؟ إنني أكره الحشرات، ولا بد أن مثل هذه المعسكرات تزخر بالحشرات المقززة مثل البعوض والذباب والبراغيث. سألت أبي قائلا: هل تعتقد أن المعسكر يوجد به الكثير من الحشرات؟ نظر نحوي في دهشة دون أن يجيب، فعاد لوغان يبدأ من جديد. صرخت في هذه المرة: هذه حجرتي، ومن الأفضل أن تخرج من هنا حتى أغادر المكان. راح يقفز ويضرب الأرض بقدميه قائلا: إنها حجرتي أنا، أنا. فمددت يدي نحوه وأمسكت به، فصرخ قائلا: ابتعد عني يا داستن، انظر يوجد عنكبوت فوق ذراعك. تراجعت مبتعدا وأنا أضرب ذراعي بيدي صائحا: أين هو؟ ضحك لوغان في سخرية قائلا: يا لك من جبان، كان المفروض أن أذهب أنا للمعسكر وليس أنت. ثم هبط من فوق الفراش وراح يعبث بحقيبتي، فجذبته أمي لتبعد عنها قائلة: أخرج من هنا يا لوغان، أنت أيضا ستذهب إلى المعسكر بعد 2 أسبوع فقط، كن صبورا. قال متذمرا: ولماذا لا أذهب الآن؟ أجابته: لأن داستن حصل على المكان الأخير في برنامج الأسابيع 4 كما شرحت لك قبل ذلك، وأنت ستذهب للمعسكر في برنامج 2، والآن اذهب إلى حجرتك فقد أعد شقيقك حقائبه ولابد أن يخلد للنوم. توجه لباب الحجرة وهو يغمغم بكلمات حانقة. استمعت إلى كلماتي في تهكم، ثم صعدت إلى فراشي وجذبت غطائي فوقي وأغمضت عيني حتى مرت ساعة وأنا لا أزال مستيقظا أفكر في المعسكر وكيف أني سأعيش بلا أصدقاء لمدة 4 أسابيع، وأفكر في الطعام الرديء الذي سنتناوله هناك. ولابد أنني قد استغرقت في النوم بعد ذلك، فما حدث بعدها هو أني كنت واقفا خارج المنزل ومعي حقيبتي في انتظار حافلة المعسكر. كان يومي مشرقا،
وقطرات الندى تتلألأ فوق حشائش الحديقة، حتى سمعت صوت الحافلة تأتي من عند الناصية، وقرأت الكلمات المكتوبة على مقدمتها: معسكر القمر المكتمل. لقد جاء في موعده تماما بكل أسف، وجاء والدي وشقيقي لوغان لوداعي، ثم انفتحت الأبواب، أبواب الحافلة، لأصعد. فتقدمت خطوة إلى الأمام وألقيت نظرة خاطفة على السائق ولهثت في رعب. لقد كان وجهه أحمر ومتورم ومغطى بأكمله بالبراغيث، وتبدو آثار لدغات الحشرات فوق جبهته، ويسيل منها سائل أصفر مقزز. ثم رفعت عيني نحو شعره وصرخت: لقد كان شعره يتحرك، لقد كان مزدحما بالبراغيث، المئات منها تعشش في رأسه وتنزلق نحو وجنتيه لتغوص داخل جلد وجهه، حتى أن أحدها كان يحفر فوق أنف الرجل حتى اندفع الدم منه. ورأيت ما يحدث في رعب، وقبل أن أستطيع التحرك قفز السائق من مقعده نحوي وهو يمد يديه لابسا فيهما قفازا أسود، ولكن إنه لم يكن قفازا، لقد كانت يداه مغطاة تماما بالبراغيث. ثم قال متسائلا: هل أنت ذاهب إلى المعسكر، معسكر القمر المكتمل؟ ووجدت يديه تقترب مني، بل تصل إلي بالفعل، فصرخت: دعني دعني، وحاولت دفع يديه بعيدا عني، فرأيت البراغيث تخرج من بين أصابعه وتسح فوق ذراعي وتخترق جلدي. نظرت إلى البراغيث وأخذت أحك ذراعي بقوة: ابعدهم ابعدهم عني. وشعرت بأحدهم يمسك بكتفي ويهزها بقوة قائلا: اهدأ يا داستن، كل شيء على ما يرام. وفتحت عيني لأجد أمي تهزني لتوقظني ويتقول: إنك تحلم. جلست في فراشي وأنا أقول بصوت متحشرج: لم يكن حلما، لقد كان كابوسا، كابوسا مرعبا عن سائق حافلة المعسكر، كان وجهه مغطى بالبراغيث. و هزت أمي رأسها في أسف ثم قالت: إن الكوابيس تداهمك دائما، لماذا لا تتوقف عن الذعر من كل شيء؟ أجبتها: لا أستطيع، فهذا هو طبعي. قالت: حسنا، هذه هي فرصتك لتصبح شخصا آخر، سوف تذهب إلى هذا المعسكر مع أطفال جديدة لم تقابلهم من قبل، فحاول أن تصبح مختلفا وأن تكون أكثر شجاعة، فلو اعتقدت أنك شجاع ستصبح كذلك. غمغمت وأنا أتصور السائق والبراغيث: نعم بالتأكيد. ورأيت حافلة المعسكر قادمة من عند ناصية الشارع، فرحت أغمغم لنفسي: شخص مختلف، شخص أكثر شجاعة، سأكون شخصا مختلفا وأكثر شجاعة. وتوقفت الحافلة أمامي وانفتح بابها، فتذكرت الكابوس الذي داهمني، فحبست أنفاسي حتى استطعت رؤية السائق. كان صغير السن ويرتدي سروالا من الجينز وسترة كتب فوقها اسم المعسكر بحروف صفراء، وبدأت أتفحص وجهه ولم أجد أي براغيث. ثم نظرت نحو شعره الأشقر ولم يكن هناك براغيث كذلك، وعدت أنظر ليدي فلم أرى أي أثر لها، وأخيرا استطعت أن أتنفس. وهنا ابتسم قائد الحافلة وهو يحمل حقيبتي قائلا: هيا. وكانت الحافلة تزخر بالأطفال، بعضهم يقرأ ومعظمهم يضحك ويتكلم كما لو كانوا جميعا يعرفون بعضهم البعض قبل ذلك. وتوجهت لنهاية الحافلة حتى أتخذ مقعدا لنفسي، وجلست أراقب الأطفال وأتساءل: هل سأجد أحدهم رفيقا في حجرتي؟ أو هل سيصبح أحدهم صديقي؟ وانتزعني صوت السائق من أفكاري عندما صاح: المحطة الأخيرة، وبعدها سننطلق فورا إلى المعسكر. ورأيت الابتسامة تعلو وجوه الجميع فرحا بقرب نهاية الرحلة، ثم رأيت الحافلة تنعطف يمينا وينفتح بابها ليصعد طفل في 12 تقريبا، ويرتدي سروالا قصيرا وسترة سوداء وحذاء رياضيا بلا جوارب، وشعره بني اللون يلتصق بقبعة البيسبول الموجودة فوق رأسه، يبدو أسفلها وجهه المغطى بالنمش الذي كاد أن يصل إلى عينيه الخضروين. وكان الفتى في مثل طولي تقريبا، ولكن جسده كان معتدلا وبه عضلات، وتقدم نحوي ليجلس إلى جواري قائلا: مرحبا.
أنا جيم ديفيز. أخبرته باسمي وبدأنا نتحدث. لقد كان رائعا وودودا فعلا ورياضيا، لهذا توجد هذه العضلات في جسده، وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها إلى مثل هذه المعسكرات. رحنا نتبادل النكات والدعابات، فقد كان الفتى خفيف الظل بالفعل. ثم سألني قائلا: هل تحب تدبير إحدى الدعابات؟ أجبته قائلا: إنني لم أفعل ذلك من قبل. رفع حاجبيه في دهشة ثم قال: إنني أفعل ذلك طوال الوقت، لقد دبرت واحدة رائعة في آخر أيام الدراسة. تساءلت: ما هي؟ أجاب: لقد نزعت مسامير باب غرفة الرسم فوق الباب فوق رأس المعلم عندما جذبه. ضحكت عندما تخيلت الموقف، ثم سألت: وهل وقعت في مشكلة؟ أجاب مبتسما: هذه المرة لا، ولكنني تعرضت لمشكلة عندما لصقت أدراج مكتب المعلم بالصمغ. نظرت نحو النافذة لأرى الحافلة تغادر المدينة في طريقها نحو المعسكر الذي لم أفكر فيه منذ أن قابلت الجيم، الذي قص علي مئات المداعبات التي مارسها، فلم أشعر بالوقت حتى اقتربت الحافلة من الوصول إلى المعسكر. فقال جيم: اسمع، لدي فكرة، لماذا لا ندبر إحدى الدعابات للمشرفين؟ سألت: مثل ماذا؟ أجاب: نتبادل الشخصيات، فتصبح أنت أنا وأصبح أنا أنت، ودعنا نرى إلى متى سنستطيع خداع الجميع. خرج صوتي مرتعشا وأنا أقول: لا أعرف إذا كانت فكرة جيدة. لكزني بود وهو يقول: هيا، سيكون أمرا مضحكا. فكرت في كلامه فرأيت أنها ستكون فكرة رائعة بالفعل، وتذكرت كلام أمي عندما أخبرتني أنها ستكون فرصتي لأصبح شخصا آخر أكثر شجاعة، فربما لو تظاهرت أني شخص آخر أستطيع أن أفعل ذلك. فقلت: حسنا، فلنتبادل. وأعطيت حقيبتي وأخذت حقيبته، وكانت الحافلة تسير فوق مرتفع مغطى بالحشائش والأشجار، ثم توقفت قبل أن يعلن السائق: لقد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة، فلينزل الجميع. أعطاني جيم قبعته فارتديتها بالمقلوب كما كان يفعل، ورحت أذكر نفسي: إنني جيم، الآن أنا جيم. وهبطت من الحافلة وأنا لازلت أتساءل: ولكن هل يمكن بالفعل أن أصبح شخصا جديدا تماما؟ شعرت بأحدهم يربط فوق كتفي، فاستدرت لأجد شخصا كبير الحجم. قبعة جميلة يا فتى. كادت يده أن تلقيني فوق الأرض، فهمست قائلا لجيم: من هذا؟ همس مجيبا: إنه العم كراول، مشرف المعسكر، لقد رأيت صورته في إعلان المعسكر. كان يبدو كبير السن، أكبر من والدي، ويرتدي نظارة ذات إطار رفيع تستند إلى أنفه الطويل، ومن تحته يبدو شاربه الكث، وفوق عينيه حاجبين كبيرين، وكان أصلع الرأس تماما إلا من شعر قليل فوق أذنيه، وكان يرتدي نفس السترة التي كان يرتديها سائق الحافلة، وإن كانت سترة الأخير تبدو أفضل بكثير من سترة العم كراول التي كانت تغطي بالكاد بطنه العملاق، ومن أسفلها سرواله القصير وحذاؤه وجواربه الطويلة التي تصل إلى ركبتيه، وبين يديه كان يحمل حامل أوراق يستند به إلى وسطه حتى صح قائلا: حسنا، فليستمع الجميع، يوجد هنا مكان لكل شيء، ولابد أن يوضع كل شيء في مكانه، هل هذا مفهوم؟ ولم يرد عليه أحد، فصاح مرة أخرى: أيها الفتيان، تقدموا إلى هنا، كل من سبق له المجيء للمعسكر يقف نحو اليمين، ومن لم يسبق له الحضور من قبل يقف نحو اليسار. همست لجيم متسائلا: وماذا نحن؟ أجاب مخمنا: لابد أننا من المستجدين. كنت أنظر حولي محملقا في المعسكر بينما تجمع الأطفال في مجموعات، ووجدت صفا من الحجرات الصغيرة ذات اللون الأخضر تحيط بالبحيرة الزرقاء المتلألئة التي يبدو في نهايتها لوح غطس، وفي طرفها الآخر يوجد رصيف خشبي صغير وستة زوارق خفيفة مربوطة في الماء، وعلى الجانب الآخر
وجدت مبنى حجري أعتقد أنه صالة الطعام، وكان المعسكر محاطا بغابات كثيفة يوجد فوق بعض أشجارها أهداف للرماية. وانبعث صوت العم كارول قائلا: اتبعوني جميعا. وتوجه في خطوات منتظمة نحو البحيرة فوق أرض مغطاة ببساط من البذور التي تبعث في الهواء رائحة عطرة، حتى توقف أمام صف من الحجرات وراح ينادي أسماء مدونة في الأوراق التي يحملها. وأشار جيم إلى إحدى هذه الحجرات المنعزلة بين الأشجار، ثم قال في سخرية: إنني أشعر بالأسف تجاه هؤلاء الذين سيحصلون على هذه. كانت الحجرة الخشبية مائلة على إحدى جانبيها، ومعظم نوافذها محطمة، وبعض قطع من غطاء السقف مفقودة، وعلق فوق الباب لافتة متهالكة كتب عليها حجرة شيروكي. وسمعت صوت العم كارول ينادي اسمي: داستن مينم. وكدت أن أجيب بالفعل لولا أن جيم قاطعني ورفع يده مشيرا لنفسه، فنظر العم كارول في لوحته ثم قال: شيروكي، ثم أشار إلى الحجرة المنعزلة عند الأشجار. ورأيت جيم يزمجر في غضب، فقال أحد الأطفال في سخرية: إن القادمين للمعسكر لأول مرة يقيمون دوما في حجرة شيروكي، إنها أسوأ حجرة في المعسكر. وفكرت في احتمال إقامتي في نفس الحجرة وأنها قد تكون من الداخل على عكس ما تبدو من الخارج، ولكن الطفل عاد يقول: إنها أسوأ من الداخل. وسمعت صوت العم كارول مرة أخرى: فرانك وورد. صاح فتى أحمر الشعر متسائلا: حجرة أباتشي؟ فأجابه العم كارول: نعم هذا صحيح. وجه الفتى حديثه لي قائلا: كنت أعلم أنني سأقيم في أباتشي، إنني أحضر إلى هنا دوما وأعرف أنها أفضل حجرة في المعسكر. عاد صوت العم كارول ينادي من جديد: جيم ديفيز. ورفعت يدي مشيرا لنفسي فنظر في أوراقه قبل أن يقول: ها هو حجرة أباتشي. وزمجر جيم في غضب ثم قال: كيف تحصل على أفضل حجرة وأنت جديد في المعسكر مثلي؟ أجبت في دهشة: أنا لا أعرف. وتوجه بنظري نحو الحجرة، كانت أقرب حجرة لصالة الطعام، وحوائطها تبدو لامعة كما لو كان تم دهانها قريبا، ونوافذها بيضاء جديدة. وفكرت أن هذا ليس عدلا، لقد كان المفروض أن أكون أنا من يقيم في حجرة شيروكي، ولكن جيم لم يذكر أي شيء بشأن تراجعنا في تبادل الشخصيات، وكذلك لم أتكلم أنا. ورفع فرانك كفه يقرعها بكفي ليحييني قبل أن يقول: حسنا فأنت إذن جيم ديفيز. ثم استدار نحو طفلين آخرين يقفان بجواره ثم صاح: كيفن جيسون، لدينا جيم رفيقنا في الحجرة. ابتسم كيفن قائلا: مرحبا. كان قصير القامة وبدينا وله شعر مجعد بني اللون، وجاء نحوي ليحييني. أما جيسون فقد كان قوي البنية مثل لاعبي كرة السلة، وكان طويل القامة بالفعل، وترتفع رأسه ذات الشعر الأشقر فوق رؤوس الجميع. تقدم نحوي لتحيتي مثلما فعل فرانك وكيفن قبل ذلك، وتساءلت في نفسي: ما أمر هؤلاء الأشخاص؟ وعدت أنظر نحو جيم الذي لم يبدو عليه السعادة، ففكرت أن أنهي هذه الدعابة وأخبر العم كارول بما حدث. وبينما أنا مستغرق في الأمر، فوجئت بالفتيان الثلاثة يحملوني نحو الحجرة وهم يهتفون باسمي: جيم 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 جيم. ما الذي يحدث؟ وما سر سعادتهم هذه؟ هل كل هذا لأنهم رأوني؟ أنزلوني داخل الحجرة فقلت: إن المكان رائع بالفعل. وتفقدت المكان من حولي لأجد بالحجرة فراشين مزدوجين وصوانين للأدوات وصورة معلقة فوق الحائط، وعلى الحائط المقابل يوجد هدف من أهداف الرماية. وتساءلت: أين فراش المشرف؟ أجاب فرانك: حجرة أباتشي ليس لها مشرف، ألم أخبرك أنها أفضل حجرة بالمعسكر؟ وهز جيسون رأسه قبل أن يقول: إنني أشعر بالأسف تجاه صديقك داستن، سوف يأكله البعوض في هذه الحجرة. اعترض فرانك على رأيه قائلا:
إن البعوض ليس سيئا لهذه الدرجة، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في حشرات الفراش. وأخذت أفكر فيما يقولون، ناموس وحشرات، لابد أن جيم يكرهني الآن، ولكنها كانت فكرته وليست فكرتي أنا، وأنا لا أريد أن أشعر بالذنب تجاهه. وجذب كيفن حقيبتي وهو يقول، دعني أساعدك في ترتيب أشيائك، أعطني حقيبتك. وقال فرانك، ستحصل على الدرجين العلويين، ستحصل على أفضل الأشياء. أخذت أراقبهم وأنا غير مصدق لما يحدث، ورأيته يتناول ملابسي ويضعها في نظام داخل الدرج، فتسألت مرة أخرى، ما أمر هؤلاء الفتيان؟ هل يعاملون الجميع بهذه الطريقة؟ تركتهم يضعون الملابس في أماكنها ونظرت نحو الأسرة، كان فراشين مزدوجين وكان العلويان رائعين بالفعل، ففوق أحدهما توجد نافذة، أما الفراشين السفليان فكان أحدهما لا بأس به، أما الآخر فكان سيئا لوجودي في ركن مظلم تماما من الحجرة. وتأكدت أنني سأحصل على هذا الفراش الأخير، فأنا أحدث الموجودين بالحجرة، وبالتالي سأحصل على أسوأ فراش. ولم يهمني هذا الأمر، فقد كان يكفيني أن أقيم مع أشخاص في مثل هذا الود. وبالفعل توجهت نحو الفراش وجلست فوقه، إلا أن جيسون صاح معترضا، لا 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 يمكن أن تنام هنا. قفزت من مكاني قائلا، آسف. وجدت جيسون يشير إلى الفراش العلوي المجاور للنافذة قائلا، هذا هو فراشك، إنه أفضل فراش بالحجرة. غمغمت في دهشة، هل أنت متأكد؟ توقف كيفن وفرانك عن تفريغ حقائبي وتقدموا جميعهم نحوي ليقرعوا أيديهم بيدي مرة أخرى، ثم صاح جيسون، جيم أمسك. استدرت لأمسك بقارب من الحلوى، أخذت أفض ورقته حتى قادني نحو صندوق كبير وفتحه قائلا، انظر. وجدت الصندوق ممتلئا حتى آخره بقوالب الحلوى وأكياس البطاطس والبسكويت، فقال جيسون مبتسما، إنها لك. رددت ما قالوا في دهشة، لي أنا؟ غصب يده داخل الصندوق ليخرجها وقد امتلأت بالحلوى، ثم قدمها نحوي قائلا، ستحصل على كل ما تريد، فقط اخبرنا بما تريده. وكرر كيفن العبارة قائلا، نعم أي شيء، فقط اخبرنا بما تريد. وقال فرانك وهو يلوح بقبضته في الهواء في فرح، إننا لا نصدق، لا نصدق أنك معنا في هذه الحجرة. وهنا تساءلت، ما الأمر يا رفاق؟ وعم الصمت الحجرة بعد سؤالي، واختفت الابتسامات من فوق الوجوه، ولم يتحرك أي أحد، وإنما ظل ثلاثتهم يحدقون نحوي بشكل غريب. وخفض جيسون عينيه نحو الأرض، وعقد كيفن ذراعيه أمام صدره، وظل الصمت مطبقا على المكان، حتى أصبحت أسمع دقات عقارب ساعتي، وأنا أنتظر أن ينطق أحدهم بأي شيء، حتى قال فرانك في هدوء، أنت تعرف سبب وجودك هنا، أليس كذلك؟ وتعلم ما يجب أن تفعله يا جيم. حدقت فيهم بدهشة، وأنا أشعر بقلبي يخفق بقوة، ثم قلت، نعم. وهنا حل كيفن ذراعيه وقال، حسناً. ثم ألقى جيسون بعلبة من المياه الغازية نحوي، وانخرط الجميع في فض حقائبهم وهم يلتهمون الحلوى ويتبادلون النكات، فتركتهم وصعدت لفراشي وجلست فوقه أراقبهم متسائلاً، ماذا يعنون؟ وما هذا الذي يجب علي أن أفعله؟ وفي هذه الليلة سألت فرانك، حسناً أين سنذهب؟ فأجاب، اتبعنا فقط. قادني ثلاثة إلى خارج الحجرة، فنظرت إلى الحجرات المجاورة المحيطة بالبحيرة وأشجار الغابة لأجدها جميعا مجرد ظلال سوداء، فقلت، دعونا نعود للحجرة، سوف أحضر مصباحي من هناك. قال كيفن، إننا لا نحتاج لمصباح، فنحن نعرف طريقنا. قلت أسأل مرة أخرى بصوت خافت، وأين نحن ذاهبون؟ دفعني جيسون من الخلف وهو يقول، سوف ترى، استمر في السير. درنا حول البحيرة لأسمع أصوات الحشرات دون أن أراها بسبب الظلام، وإن كانت تبدو موجودة في كل مكان فوق الأشجار ووسط الحشائش،
وأبعدت بعوضة بدأت تطن داخل أذني. ثم تساءلت في نفسي وأنا أشعر بقلبي يخفق بقوة، إلى أين يأخذونني؟ سرنا أمام صالة الطعام، وما إن استدرنا عند المنعطف المحيط بها حتى وجدت ضوءا برتقاليا يغمر المكان وينبعث في سماء الليل، فتنهدت في راحة. لقد كان حفل سمر. قال كيفن: إنها إحدى عادات المعسكر، فنحن دائما نقيم حفل سمر حول نيران المعسكر في أول ليلة لمبيتنا به. وكانت النيران تشتعل وسط دائرة من الأحجار، ومن حولها تجمع كل أفراد المعسكر من أطفال ومشرفين وحتى العم كارول. كان الأطفال يجلسون فوق الحشائش المحيطة بالنار ويتناولون طعامهم ويشربون المياه الغازية، وفي الجانب المقابل توجد منضدة طويلة وضع فوقها كميات كبيرة من الطعام. فقال كيفن وهو يشير إلى صخرة استقرت وسط الحشائش: اجلس هنا وسوف نحضر لك شيئا لتأكله. ولم أكن أريد الجلوس وحدي، فأخذت أبحث عن جيم ولكن لم أجده وسط هذا الزحام من أطفال المعسكر. فقلت أنا أقفز متوجها نحو مائدة الطعام: سوف أذهب معكم. إلا أن جيسون قال: مستحيل، سوف نحضر لك كل ما تريد، فقط استرح هنا. ذهبوا ثم عادوا وهم يحملون كميات كبيرة من الطعام والعصير والبطاطس. وقبل أن أنهي تناول القطعة الأولى وجدت كيفن يقفز ليحضر لي قطعة أخرى، وجلسوا جميعا ينظرون إلي وأنا أتناول الطعام. حتى سأل فرانك: هل كل شيء على ما يرام؟ هل تريد المزيد من المستردة؟ أجبت: لا شكرا. عاد يقفز مرة أخرى وهو يقول في قلق: هل وضعت كثيرا من المستردة؟ حسنا، سوف أذيلها لك. أجبت: إن كل شيء رائع بالفعل. ثم تناولت قضمة أخرى من شطيرتي، ووجدت نحلة عملاقة تقف فوقها، وكدت أن أصرخ لولا أنهم كانوا ينظرون إلي، فابتلعت صرخاتي وحاولت تهدئة نفسي قائلا: إنني الآن جيم، أنا شخص مختلف ولا أخاف من النحل. ثم أخذت نفسا عميقا وأبعدت النحلة بيدي، ولكني وجدت نحلة أخرى تحوم حولنا، ثم أخرى، ثم عشرات من النحل. كان الأمر يبدو كما لو كان أحدا قد أزعج إحدى الخلايا، فخرج هذا النحل غاضبا منها ليتوجه نحو الطعام ويحيط بزجاجات العصير المفتوحة ويتخلل قطع البطاطس، ثم راح يطن حول رأسي. كان أسوأ كابوس يمكن أن أتعرض له، وأحسست أنني أريد أن أركض مبتعدا عن المكان، ولكنني تذكرت أنني الآن جيم، فنظرت إلى النحلتين الواقفتين فوق شطيرتي وأنا أردد في نفسي: أنا لا أخاف من النحل، أنا لست خائفا. وسمعت صوتا يناديني باسم جيم. لقد كان جيم الحقيقي يتقدم نحونا وهو يحك ذراعيه وساقيه. فقلت له: لقد كنت أبحث عنك يا داستن. وهنا نهض فرانك قائلا: سوف نعود سريعا، سنذهب لنحضر لك مزيدا من العصير. ثم أضاف جيسون: وحلوة، سوف أعدها لك بنفسي، ولكن أخبرني كيف تفضلها، هل تفضلها مع المكسرات؟ أجبت: نعم مع المكسرات. صاح جيم غير مصدق: هل يعد لك الحلوى بنفسه؟ ثم جذبني جانبا ليتابع: انظر يا داستن، أنا لا أعتقد أن هذا الأمر سيفلح، إنني أرغب في استعادة اسمي. سألته: ولكن ألا نستطيع الانتظار قليلا؟ هز رأسه نفيا ثم أجاب: هذا ليس عدلا، إن حجراتي بشعة ومحطمة وأرضيتها عفنة والأسرة كلها تصخر بالحشرات. وعاد يحك رأسه مرة أخرى، فابتعدت عنه في تقزز، فقد تذكرت البراغيث. ثم قلت: أنا أعلم أن هذا ليس عدلا وسوف تستعيد اسمك، ولكن خلال أيام، فأنا أحس بسرور كبير لأني أحمل اسمك أرجوك، مجرد أيام قليلة. انحنى جيم ليحك كاحله ثم قال: امهلني قليلا، أعتقد أن هذه الحشرات عادت تمارس عملها. توسلت إليه قائلا: أرجوك بضعة أيام فقط. تنهد أخيرا ثم قال: حسنا، ولكن بضعة أيام فقط. ثم نظر نحو مائدة الطعام حيث كان فرانك وكيفن وجيسون يعدون الطعام لي، فقال شاكيا:
لابد أن أكون الشخص الذي يحظى بهذه المعاملة وليس أنت. ثم عاد ينظر نحوه مرة أخرى متسائلا، لماذا يحبونك إلى هذا الحد؟ وهنا صاح أحد زملائه قائلا، هيا هيا يا داستن أنا مستعد. زمجر جيم قائلا، إنه ميلفن ولابد أن أذهب، فهو يريد أن يعرض علي مجموعة مبتكرة من أربطة الأحذية. وابتعد مع زميله وهو يحك مؤخرة رقبته، فجلست على الأرض في انتظار عودة زملائي، وبجواري رأيت طفلا لا أعرفه يتناول البطاطس في شراها، وفوق طبقه استقرت نحلتان، فنظر نحوهما قبل أن تظهر ابتسامة على وجهه، ثم تحرك حركة خاطفة ليقبض على النحلتين بيده، ثم يرفعهما نحو أذنه ليستمع لطنينهما بشراسة، ويقربهما من فمه ويضعهما داخله، ثم ابتلعهما. حدقت في الفتى بدهشة، هل كان ما رأيت حقيقيا؟ هل ابتلع هذا الفتى النحلتين بالفعل؟ هززت رأسي في شك، لا لا إنه لم يبتلعهما، فلا أحد يبتلع النحل، لابد أنهما قطعتان من الطعام. أخرجني صوت العم كارول من حيرتي، وهو يقف أمام النيران ويصيح، ألموا جميعا، أنتم تعرفون المثل القائل إن الوقت كالسيف، ولذلك سنبدأ. جلست أمام النيران لأراقب ألسنة اللهب المتصاعدة في الهواء، وأستمع إلى صوت الأخشاب التي تتحطم من أثر النيران، ثم أخذت نفسا عميقا مشبعا برائحة الدخان، ورأيت أن المعسكر ليس سيئا كما كنت أتصور طالما أني أحمل اسم جيم. عاد العم كارول يصيح، حسنا إنه وقت ترحيب المعسكر التقليدي. رفع سرواله لأعلى، ثم رفع أصابعه نحو فمه ليطلق صافرة مرتفعة، فنهض جميع الموجودين ورفعوا وجوههم لأعلى، ثم أطلقوا عواء طويلا وهم ينظرون نحو القمر. فصاح العم كارول مرة أخرى قائلا، حسنا فلنسمعهما من أطفال المعسكر الجدد. عاد كل الأطفال يعون من جديد، وكانت جيم يجلس خلفي، فقال لي وهو يميل للأمام، إنه حقا معسكر ودود، لقد كنت أعتقد أن الأطفال سيلقون معاملة سيئة هنا. عاد صوت العم كارول ينبعث من جديد قائلا، وتحية خاصة لجيم ديفيز. أخذ الجميع يصيحون، جيم 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 جيم. ارتفعت حرارة وجهي وهم يرددون ويدقون الأرض بأقدامهم، حتى صاح فرانك، قواعد حجرة أباتشي. وتساءلت في نفسي، ما الذي دهى الجميع هنا؟ فقال جيم في مرارة، لقد كان المفروض أن يحيوني أنا، هذا ليس عدلا. وعدته قائلا، سوف يستعيد كل منا اسمه عما قريب. ورأيت مشرفا بدينا من مشرف المعسكر يتقدم نحو النيران وهو يحمل مقعدا كبيرا، وضعه بجوار العم كارول الذي يجلس على المقعد، بعد أن داعب المشرف بإحدى عباراته اللاذعة، حتى قال كيفن، أعتقد أن العم كارول يستعد ليقص علينا إحدى قصصه. غمر الهدوء المكان، ثم تساءلت قائلا، أي قصة؟ ولم أسمع إجابة، وإنما سمعت صوت حفيف قادم من ناحية الغابة، فاستدرت لأحدق في الظلام المحيط بالنيران. كان هناك شيء ما، لقد رأيت عينين حمراوين تراقبنا، عين حيوان تلمعان في الظلام وسط الأشجار، ثم ظهرت عينان أخريان، ثم أخريان، ثم عشرات العيون الحمراء المحدقة نحونا. وصارت رعدة في جسدي عندما رأيت هذه الأعين اللامعة، فتسألت، ماذا هناك؟ ولكنني لم ألبث أن أدركت أن هذا الشيء مهما يكن فقد أحاط بنا وحاصرنا تماما. بدأ العم كارول القصة قائلا، أسطورة القناص. غرق المكان في الصمت إلا من صوت قرقعة الأخشاب المشتعلة داخل النار، وخلف العم كارول الذي كان يتحدث بصوت منخفض وإن كان مسموعا، فجلس الجميع ينصتون في اهتمام. واستدرت نحو الغابة لأجد الأعين الحمراء متربصة بين الأشجار، فحاولت الابتعاد عنها ونسيان كل شيء، حتى انبعث صوت العم كارول أكثر انخفاضا هذه المرة ويتابع، يأتي القناص عند ظهور البدر في سماء الليل. همست نحو فرانك متسائلا، كيف يأتي ومن هو؟
وضع فرانك إصبعه على شفتيه مشيرا إلي بالصمت قائلا: شش، انصت للقصة يا جيم. وتابع العم كارول وهو يغلق عينيه. عودوا معي إلى الماضي، إلى 25 عاما مضت، إلى يوم مشمس من أيام شهر يوليو، يوم افتتاح أحد المعسكرات، أحد المعسكرات التي ما كان ينبغي لها أن توجد كما قال الناس في هذا الوقت، ولم يصدقهم أحد. ووصل المعسكرون إلى المكان وفتحوا حقائبهم وتحدثوا وضحكوا حول نيران حفل السمر الذي كان من المقرر إقامته في هذه الليلة مع الافتتاح الكبير الذي سيقام للمعسكر. وكان يوما عظيما لجوني، جوني جراند الذي كان يقضي يومه الأول في المعسكر بعد أن ودعه والده قائلا: استمتع بوقتك يا جوني وسأراك الشهر القادم. ثم قبلته والدته لتودعه دون أن تعرف ما الذي كان على وشك الحدوث وكيف كان لها أن تعرف، ولم يكن هناك أي أحد يعرف. وسمعت جيم يتساءل: ما هو الذي لم يعرفونه؟ ثم سمعت أحدهم يشير إليه بأن يصمت، ثم أكمل العم كارول قائلا: وأخيرا غابت شمس ذلك اليوم لتبدأ ليلة صيفية دافئة، يظهر البدر في سمائها الصافية وتتلألأ مياه البحيرة في ضوئه الباهت. وتوقف العم كارول عن الحديث قليلا، فنظرت إلى السماء ثم إلى البحيرة ولهثت في دهشة، فقد كان البدر ظاهرا في السماء ومياه البحيرة تتلألأ في ضوئه، إلا أنني أخبرت نفسي أنها مجرد قصة رغم أن جسدي ظل يرتعد خوفا. ثم عاد العم كارول يكمل قصته: أشعل المعسكرون نيران المعسكر واجتمعوا حولها، وقد عمهم السرور لكونهم أول من يعسكر في هذا المكان الجديد، معسكر القمر المكتمل. صارت همهمة هادئة في المعسكر، فانتظر العم كارول حتى ساد الهدوء المكان ليتابع. تناول الجميع الطعام، ثم انطفأت النيران وحمل المشرفون المصابيح وجلسوا مع رواد المعسكر ينشدون الأغنيات دون أن يشعرون بالثعالب التي أحاطت بهم، وتقدمت بهدوء حتى حدود المعسكر دون أن يسمعهم أو يشعر بهم أحد. فوقفوا يحدقون في كل الموجودين بالمعسكر من بين الأشجار. وتصورت تلك الأعين الحمراء البراقة التي رأيتها بين الأشجار، وتملكني الخوف من إعادة النظر ناحيتها للتأكد من وجودهم، فركزت عيني على العم كارول الذي أخذ نفسا عميقا ثم قال متابعا: وابتعد جوني جرانت عن الحفل، فقد كان سعيدا بوجودي في المعسكر، وكان شديد الشغف باستكشافه، فتوجه نحو الغابة المحيطة به ورآه بعض الأطفال وهو يبتعد دون أن يناديه أي منهم أو يوقفه. وفجأة انبعثت صرخة قوية من بين الأشجار وصوت يصيح النجدة. كانت الصرخة تمتلئ بالألم والفزع، فانطلق الجميع نحو الغابة، وهناك رأوا الثعالب، ولكن أحد هذه الثعالب لم يكن ثعلب بالفعل، لقد كان القناص، والذي يعرف قصته من يعيشون في هذا المكان. إنه مخلوق شرير يتخفى في صورة ثعلب ويختبئ بين الثعالب داخل الغابات باحثا عن ضحاياه. وأصبح جوني جرانت يعلم كل شيء عن القناص، فقد كان أول يوم له بالمعسكر هو اليوم الأخير، فلم يره أي أحد بعد ذلك اليوم. صمت العم كارول قليلا ثم قال محذرا: احترسوا من القناص، فهو يستطيع أن يتخفى في أي صورة. ثم فتح عينيه أخيرا ليقول: حسنا لقد انتهت القصة. ونظرت حولي فوجدت الخوف يعلو وجوه كل الأطفال، لماذا يبدون خائفين إلى هذا الحد؟ ولكنني كنت خائفا مثلهم، فمن المفروض أن تكون قصص الأشباح مخيفة، أليس كذلك؟ وسمعت أحدهم يقول: لقد كانت قصة جيدة، إن العم كارول يجيد رواية هذه النوعية من القصص. ولكن أحد مشرفي المعسكر قال محذرا: إنها قصة حقيقية، ومن الأفضل أن تأخذوا حذركم، ففي كل عام يختفي أحد الأطفال من هذا المعسكر بعد أن يستولي القناص عليه. ضحك الطفل وقال في سخرية: نعم هذا صحيح،
انظر إلي، إنني أرتعد من الخوف. بدأ المعسكرون في الابتعاد عن نيران المعسكر والتوجه إلى حجراتهم، بينما بقيت أنا محملقا في النار وهي تتوارى وتختفي ببطء، وما إن استدرت مبتعدا عنها حتى شعرت بأحدهم يجذبني من الخلف، فحاولت أن أصرخ ولكن امتدت يد لتكمم فمي. أخذت أركض بقدمي وأتلوى ولكن دون فائدة، ولم أتمكن من تحرير نفسي من هذه القبضة القوية التي جذبتني بقوة وقسوة نحو الغابة. حاولت الصراخ ولكن اليد التي قبضت على فمي كانت قوية فلم أستطع، ولكنني كنت أتلوى وأرفص بقدمي محاولا التخلص، إلا أنني لم أمتلك القوة الكافية، لذلك فاستمرت اليد في جذبي نحو الغابة مبتعدا عن المعسكر حتى سمعت صوتا يهمس: حسنا اتركه. وابتعدت اليد عن فمي فاستدرت وحدقت في العينين، كانت عين جيسون، ومن خلفه يقف كل من كيفن وفرانك، حتى قال: معذرة، أرجو ألا أكون قد أذيتك. ولاحظت ارتعاش ساقي فحاولت إخفاء خوفي وأنا أتساءل في نفسي عن سبب إحضارهم لي إلى هذا المكان بهذه الطريقة، حتى قال فرانك وهو يدور بعينيه في المكان: لقد كنا نريد التحدث إليك وأردنا أن نتأكد من عدم وجود أحد يسمعنا. تساءلت قائلا: وما الأمر؟ تقدم خطوة نحوي ثم قال: إننا نريد أن نتحدث معك بشأن القناص. قلت له: هذه القصة سخيفة. فتساءل كيفن: لماذا تقول هذا؟ أجبته: لأنها كذلك بالفعل، إنها مجرد قصة سخيفة من قصص المعسكرات. ابتسمت جيسون نحوي قائلا: لقد فهمت إنك تمزح. وتساءل كيفن: هل هذا صحيح يا جيم؟ هل تمزح فعلا؟ ولم أجبه، وإنما نظرت نحو قدمي فوجدت حجرا ركلته أمامي، فتقدم كيفن نحوي قائلا: لقد أخبرتنا أنك تفهم الأمر في الحجرة اليوم وأنك تعرف ما يجب عليك فعله. ثم توترت عضلات وجهه وضاقت عيناه قبل أن يقول جيسون محاولا تهدئته: لا تكن قاسيا عليه كذا، إنه يعرف بالطبع، أليس كذلك يا جيم؟ تقدم كيفن نحوي خطوة أخرى وهو يتساءل: هل تعرف؟ بدأ رأسي يدور، ما الذي يتحدثون عنه؟ وماذا أقول لهم؟ ثم تراجعت للخلف في قوة لأصطدم بإحدى الأشجار، فتحركوا نحوي وبدأوا في حصاري، فشعرت بقلبي يخفق بقوة وأنا أتساءل: ماذا تريدون؟ ونظرت حولي فوجدت الغابة مظلمة، واكتشفت أننا وحدنا في المكان، فبدأوا يقتربون أكثر. ترى هل سيسمعني أحدهم إذا صرخت طلبا للنجدة؟ ولكن كيفن باغتني بقوله: إنك الشخص المطلوب. وما إن سمعت عبارته حتى انطلقت أركض مارقا بين الأشجار متجها إلى حجرات المعسكر بأقصى سرعتي، ولكنني لم أجد أي علامة تدل على اقترابي من المعسكر، فتوقفت واستدرت حول نفسي فلم أجد سوى الأشجار. أين المعسكر؟ هل ضللت الطريق؟ إلى أين أتوجه؟ كانت الغابة زاخرة بالبعوض الذي أخذ يحوم حول رأسي وأمام عيني ليخترق جلد وجهي ورقبتي، فعدت أركض مرة أخرى وأنا ألهس بشدة حتى شعرت بألم حاد يخترق جانبي، فتوقفت. توقفت لأسمع صوتا قادما من خلفي، وتجمدت في مكاني ثم استدرت في بطء نحو الصوت لأجد هاتين العينين، عينا الثعلب، ثعلب أحمر يلهث في شراهة ويحدق نحوي بدوره. تراجعت للخلف وأنا أركز عيني على الثعلب القناص. تبادرت الكلمة لذهني فأخبرت نفسي أنها مجرد قصة سخيفة، مجرد قصة سخيفة من قصص المعسكرات، إلا أنني رأيت عينين أخريين تتحركان بين الأشجار، وفي لحظات أحاطت بي الأعين من كل جانب، وأضاءت الغابة من حولي بهذا الوهج الأحمر الخافت، وأخذت الثعالب تقترب نحوي فيزداد بريق عيونها الحمراء، وأحسست بصدري يزداد ضيقا، وحدقت في العينين البراقتين فوجدتهما أكثر بريقا من الأعين الباقية. ترى هل هما عين القناص؟ وشعرت بقلبي يخفق وجسدي يتصبب عرقا، لقد كانت الأعين الحمراء حولي في كل مكان. فرحت أكرر لنفسي: إنها مجرد قصة،
مجرد قصة. ثم استدرت في سرعة محاولا أن أركض مبتعدا، ولكن زمجرة غاضبة ندت من خلفي جعلتني أتوقف، وفوجئت بأحد الثعالب يقفز في الهواء رافعا مخالبه استعدادا للانقضاض علي، وهو يفتح فكيه مطلقا عواء رهيبا، ثم نشب مخالبه في صدري. سمعت صوت تمزق قماش سترتي فصحت طلبا للنجدة، ولكن الثعلب تراجع وقفز في سرعة في استعداد لهجوم آخر، ومن خلفه بدأت الثعالب الباقية تتقدم نحوي بأعينهم الشريرة، وهم خافضوا رؤوسهم ومطلقوا زمجرة تهديد وهم يتحركون في صمت. وصرخت مرة أخرى طلبا للنجدة، ولكن صرختي تلاشت وسط صرخات الثعالب الغاضبة، ورأيت الثعلب يقفز نحوي مرة أخرى ليمزق سترتي من جديد ويصطدم بي في قوة تجبرني على التراجع والسقوط فوق الأرض، فأعطي الفرصة لباقي الثعالب في الهجوم. قفزت الثعالب نحوي وهي تزمجر في شراسة وتنشب مخالبها في جسدي، فصرخت مرة أخرى وأخذ جسدي يتلوى في محاولة للإفلات، حتى سمعت صوت فرانك يناديني قائلا: انتظر يا جيم. ورأيت قادما من بين الأشجار وهو يلوح بفرع شجرة كثيف نحو الثعالب التي استمرت في الزمجرة وهي تنطلق مبتعدة داخل الغابة. وظل فرانك واقفا في مكانه حتى تأكد من ابتعادهم، فألقى فرع الشجرة جانبا ثم أعانني على النهوض وأنا أشعر بساقي ترتعشان، فسألني قائلا: هل أنت بخير؟ نظرت لنفسي فوجدت سترتي ممزقة وسروالي مغطى بالغبار، فهز فرانك رأسه في أسف ثم قال: لم يكن يجدر بك الحضور إلى هنا بمفردك يا جيم، إنك غير مستعد للقاء القناص بعد. شعرت بدوار ولم أفهم ما يعني، فاستندت إلى إحدى الأشجار متسائلا: ما الذي تتحدث عنه يا فرانك؟ اتسعت عيناه في دهشة ثم قال: ألا تعرف حقا؟ لقد أخبرناك أنك المطلوب. ثم ابتسم متابعا: إنك الشخص المطلوب. صحت فيه: توقف عن ذلك، فأنا لا أعرف ما الذي تعنيه، اخبرني الآن. حدق نحوي ثم أجاب: حسنا، إذا كنت لا تعلم بالفعل فسأخبرك. صحت مرة أخرى: أنا لا أعلم بالفعل. فنظر نحوي ثم قال: لقد تم اختيارك يا جيم، إنك ضاحية القناص هذا العام. حدقت فيه غير مصدق لما يقول، ثم تسألت: إنك تمزح أليس كذلك؟ ولم يجب، فكررت: إنها مجرد دعابة تمارسونها مع المعسكرين الجدد أليس كذلك؟ هز رأسه ثم استدار نحو الأشجار، فجذبته من كتفي وأنا أصيح: انتظر، اخبرني بالحقيقة. نظر في عيني مباشرة ثم قال هامسا: لقد أخبرناك بالحقيقة فعلا يا جيم، إن القناص ليس مجرد قصة، ولقد تم اختيارك، فلابد أن تكون هناك ضحية للقناص في كل عام. غمغمت في ارتباك، ولكن تابع في هدوء: وقد تم اختيارك هذا العام. ثم استدار مرة أخرى وصار نحو الأشجار، فتبعته، وما أن وصلنا إلى حافة الغابة حتى استطعت رؤية البحيرة من بين الأشجار وهي تتلألأ في غرابة تحت ضوء القمر مثلما وصفها العم كارول في قصته تماما. فتصورت الثعالب الحمراء وأعينها البراقة التي ورد ذكرها في القصة كذلك، وهنا تساءلت: هل هي قصة حقيقية؟ وهل سيكون جيم هو الضحية التالية؟ ولكنني لست جيم، ولا بد أن أخبرهم بهذه الحقيقة. كنا قد وصلنا للحجرة، فجذب فرانك بابها صائحا: لقد عدنا. ورأيت كيفن ينهض وينظر نحو سترتي وسروالي الممزقين ثم يقول في دهشة: إنك تبدو بشعا يا جيم. ثم فتح جيسون صندوق الحلوى ليلتقط واحدة لنفسه ثم يلقي بواحدة لي، فارتعشت يداي وأنا ألتقطها قبل أن أقول: اسمعوني يا رفاق، لابد أن أخبركم بشيء. نظروا نحوي في انتظار ما سأقول، فتابعت: إنني لست جيم. ثم أخبرتهم بالقصة كاملة بدءا من مقابلة جيم في الحافلة،
ثم تبادل الشخصيات، فقلت: لقد اعتقدت أنا وجيم أن الدعابة ستكون لطيفة، ولكن الأمر لم يعد كذلك. ولم ينطق أي منهم بكلمة واحدة، وإنما وقفوا يحدقون فيه، حتى قال فرانك: حسنا، إذن فأنت داستن، هل تعلم؟ أنا العم كارول. ثم جذب وسادة جيسون وحشرها أسفل قميص قائلا في سخرية: أترى؟ أنا العم كارول. وبدأ يقلد العم كارول بالفعل، فقال: أنتم تعرفون المثل الذي يقول أن من يحمل قربة ممزقة تبلل رأسه. وانطلقت ضحكات كيفن وجيسون، حتى قال كيفن: ولكن مهلا، لقد لاحظت شيئا. ثم استدار نحوي متابعا: لا يمكن أن تكون أنت داستن. فتساءلت: ولم لا؟ فأجابه ويحك صدره وساقي: لأني أنا داستن، أترى أنا داستن. صحت في قوة: امهلوني قليلا، إنني جاد. فقال فرانك وهو يحيطني بذراعي: انظر يا جيم، لابد أن تكون شجاعا. قلت في إصرار: ولكنني لست جيم، صدقوني أنا أخبركم بالحقيقة. فهز فرانك رأسه في أسف ثم قال: كل ما تقوله لن يفلح، لن تستطيع الهرب من القناص إذا ادعيت أنك شخص آخر. تنهدت في يأس عندما أدركت أنهم لن يصدقوني، فتوجه كل منا إلى فراشه، ثم أطفأ كيفن الأنوار قبل أن يصيح جيسون: كيفن، لا أقصد أيها العم كارول، أعد لي وسادتي. تشاجر فوق الوسادة وهما يضحكان في مرح، وبقيت أنا مستيقظا بعد انتهاء معركة الوسائد، بينما استسلم الجميع للنوم. وقررت بعد تفكير أن أبحث عن جيم في الصباح وأخبره أن الوقت قد حان لكشف الحقيقة، إلا أنني كنت أخشى إثارة خوفه من الأمر. ولكنها كانت رغبته، لقد كان يرغب في أن يقيم بحجرة جيدة ولا يستطيع الانتظار، ولذلك سأخبره. ثم أغمضت عيني، ولكنني لم أشعر برغبة قوية في النوم، فجلست في الفراش أنصت لصوت خفيف بدأ هادئا ثم أخذ في الارتفاع تدريجيا. كان صوت مخالب حيوان تحتك بزجاج النافذة محاولا الدخول للحجرة. ترى هل هو ثعلب؟ هل هو القناص؟ جذبت الأغطية فوق رأسي وأنا أنوي أن أخبر جيم بما حدث في الصباح، وبعدها سيكون كل شيء على ما يرام. ولم أحاول النوم بعد، فقد كنت أعرف أنني لن أستطيع النوم حتى أعود داستن مرة أخرى. جلسنا في صالة الطعام لتناول الإفطار، ورأيت جيم يلتهم بعض الشطائر، بينما لم أشعر أنا برغبة في تناول الطعام، حتى قلت له: حسنا يا جيم، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الدعابة، دعنا نسترد أسماؤنا. رفع عينيه من طبقه نحوي ثم قال: مستحيل، فأنا داستن. صحت في دهشة: أما تتحدث، لقد أخبرتني برغبتك في استعادة اسمك. حسنا، دعنا نفعل ذلك. حشر شطيرتين في فمه دفعة واحدة ليسيل حشوهما على وجهه قبل أن يقول في إصرار: أنا داستن وسأظل داستن. ثم تناول طبقه ونهض قائلا: سأحضر المزيد من الطعام وأعود فورا. وتساءلت في نفسي وأنا أشعر بمعدتي تتقلص خوفا: ماذا دهاه؟ لقد كان يطوق لاستعادة اسمه بالأمس، ولم يلبث أن عاد وقد ملأ طبقه بالشطائر عن آخره وجلس يلتهمها في نهم، حتى صحت فيه: نعم، لقد فهمت، لابد أنك سمعت بالأمر، أليس كذلك؟ لقد عرفت أنك ستكون ضحية القناص هذا الصيف. نهض من مكاني وهو يقول في بساطة: أنا لا أدري ما الذي تتحدث عنه، هيا بنا فسيجتمع المشرفون عند القوارب وسنتأخر بهذه الطريقة. ولم أكن أدري ما الذي يتحدث عنه، حتى أنني كنت لا أدرك ما هو هذا القارب بالتحديد، إلا أنني بقيت أجادل جيم طوال الطريق، ولكنه رفض استعادة اسمه رغم كل ما قلت له، حتى لاح لي العم كارول واقفا أمام مكان القوارب يعطي أوامره: هيا اسرعوا، كل اثنين في قارب. ورأيت كيفن وجيسون وفرانك هناك، وكذلك معظم المشرفين والجميع
يحملون قواربهم ويتجهون نحو الغابة. ورآنا العم كارول فهز رأسه وقال: لقد تأخرتما، ألا تعرفان المثل القائل بأن البركة في البكور؟ ولم يجبه أحدنا، وإنما توجهنا نحو القوارب وقمنا برفع أحدها قبل أن أقول متسائلا: لماذا نحمل القوارب نحو الغابة؟ أجابني جيم: هناك نهر يمر وسط الغابة، ألا تعرف أي شيء؟ ألقيت بطرف القارب الذي أحمله أرضا وقلت في حدة: إنني أعرف من أكون، أنا داستن وأريد أن أكون داستن. فتوجه العم كارول نحونا مستفسرا: ما الأمر؟ أجبت في تصميم: أنا لست جيم، أنا داستن، لقد تبادلنا أسماءنا وشخصياتنا في الحافلة، وهو الآن لا يريد استرداد اسمه. نظر العم كارول إلى جيم متسائلا: هل هذا صحيح؟ أجاب جيم في براءة: مطلقا، وأنا أستطيع أن أثبت ذلك. وجذب حافظة من جيبه وقال: انظر، هذه هي بطاقتي، ومكتوب فوقها اسمي وعنواني: داستن مينيوم، 24 شارع وست بروك. التقط العم كارول البطاقة وقال: صحيح، هذا هو المدون بالفعل. صرخت معترضا: بالطبع هذا هو المدون في هذه حافظتي أنا. وهنا خلع جيم سترته وقدمها إلى العم كارول وهو يقول: حسنا، اقرأ هذا الاسم المدون على هذه السترة. تناول العم كارول السترة وقرأ الاسم بصوت مرتفع: داستن مينيوم. فابتسم جيم وقال: إن أمي تكتب اسمي على كل ما يخصني، هل تريد التأكد ورؤية باقي ملابسي؟ قاطعه العم كارول وهو يطوق كتفي بذراعه السمين وقال: لا داعي لذلك، أما أنت يا جيم فلابد أن تكون شجاعا ولا تحاول أن تضع شخص آخر في مكانك. قلت في إصرار: لابد أن تصدقني، أنا لست جيم بالفعل. أخذ نفسا عميقا ثم قال: اسمعني جيدا، لابد أن تكون شجاعا. هززت رأسي في حيرة ثم نظرت نحو جيم، فوجدت يحمل قاربا مع طفل آخر ويضحكان في مرح، لقد كان يستمتع بوقته، أما أنا فسألقى حتفي في هذا المكان. إن هذا ليس عدلا، لا أحد يصدقني، لابد أن أفعل شيئا، ولكن ما هو؟ حملنا قواربنا نحو النهر، وكانت قوارب خفيفة يتسع كل منها لشخصين مع وجود مجداف لكل منهما، وكذلك مكان مستقل للجلوس داخل القارب حيث يجلس أحدهما خلف الآخر. ولم أكن أرغب في الركوب مع جيم، ولكن الأطفال سبقونا وكونوا مجموعات بالفعل، فلم يكن لدي خيار آخر. وهنا قال جيم: لا تنسى تنورتك. قلت في دهشة: ها، ماذا تقول؟ أجاب: تنورتك، إنك ترتديها وتشبك أطرافها بهذه الدائرة الموجودة فوق القارب، فهي تحميك من تسرب المياه للقارب. قلت في حدة: توقف عن التظاهر باللطف. ابتسم مجيبا: أنا لا أتظاهر. قلت: حسنا، دعنا نتبادل شخصياتنا إذن. ضحك أكثر ثم قال في سخرية: حسنا، إنني أتظاهر. وبعدها صعد الجميع إلى قواربهم وانطلقنا في مياه النهر، ولم أرى من يبدو منزعجا من البعوض الذي أحاط بنا، ولهذا حاولت ألا أبدو منزعجا وجلست خلف جيم، لأنني لم يسبق لي ركوب مثل هذه القوارب، إلا أنني سرعان ما اعتدت الأمر وبدأت في الاستمتاع به. ورأيت القوارب من حولي تمخر المياه وهي تنزلق وسط ذلك النهر الذي يقطع الغابة لتصدر صوتا رنانا نتيجة اصطدام المياه بها. ولم ألبث أن سمعت أصواتا أخرى، أصواتا تأتي من الغابة من عند الضفة الثانية للنهر. فصحت متسائلا: هل يوجد معسكر آخر بالقرب من هنا؟ أجابني أحد المشرفين في حزم: لا توجد أي معسكرات حولنا، استمر في التجديف. فعدت أسأل جيم: هل سمعت هذه الأصوات؟ وأجاب: أعتقد ذلك. وبقينا نجدف حتى سمعنا صرخة أخرى، صرخة حادة ومخيفة، وشعرت بقلبي يخفق خوفا من انبعاث هذه الصرخة من وسط الغابة. فتساءلت: ما هذا الصوت؟ قال المشرف: من الممكن أن يكون القناص،
فلتقتربوا من بعضكم البعض. ترى هل يمزح؟ نظرت لوجهي في إمعان منتظرا أن يبتسم، ولكنه لم يفعل. فشددت قبضتي على مجدافي بينما انبعثت صرخة أخرى، كانت قصيرة هذه المرة، وبدا الأمر كما لو أن صوتا آخر اختلط بها. فأخذت أحملق في الأشجار حتى رأيت جسما يتحرك، وتساءلت في نفسي ما هذا؟ حاولت التركيز أكثر حتى عرفت، لقد كان ثعلب. انبعث صوت جيم ونحن نحمل القوارب لنعيدها إلى المخزن قائلا، هل تريد له قليلا؟ أجبت، امهلني قليلا يا جيم، فأنا غير مستعد لله الآن. كان المشرف قد قرر أنه من الأفضل أن نعود للمعسكر بعد أن سمعنا هذه الصرخة الثانية، وكنا في منتصف الظهيرة والشمس عالقة بكبد السماء لتلقي بأشعتها الحارة علينا، فنتصبب عرقا. إلا أن جيم عاد إلى محاولة جذبي إلى ممارسة إحدى الألعاب الكلامية معه ونحن سائرين، فأجبته، انسى الأمر، أنا غير مستعد. ولكنه عاد من جديد، فألقيت القارب وجففت عرقي ثم قلت له، احمل القارب بمفردك. ثم تركته وابتعدت متوجها نحو أرض المعسكر، حيث رأيت مجموعة من الأطفال تلعب البيسبول، فتوجهت هناك لمشاهدتهم، وكان أحدهم يقذف بالكرة نحو آخر، ولكنه أخطأها ولم يستطع الإمساك بها، ولكن مهلا، لقد اخترقته الكرة، لقد مرت عبر صدره واخترقت ظهره. ثم ذهب أحد اللاعبين لإحضارها، فنظرت نحو الشمس، فأدركت أن ضوء الشمس هو الذي يهيئ لي هذه الأشياء، فلا يوجد أحد لاحظ ما لاحظته. ثم قام اللاعب بتوجيه الكرة لحامل المضرب الذي ضرب الكرة بقوة لتصطدم برأس لاعب آخر في عنف، وكان صوت اصطدام الكرة برأسه عاليا، ولكنه لوح بيده لحامل المضرب ليحييه على ضربته القوية، فحدقت في اللاعب في دهشة وقطرات العرق تتساقط من جبهتي. وهنا قررت أنني لابد أن أبتعد عن أشعة الشمس، إنني أرى أشياء غريبة. جلست في حجرتي منصتا للأطفال الذين يقفزون في مياه البحيرة، فقد كان وقتا مخصصا للسباحة الحرة، وكنت قد أخبرت العم كارول أنني سأعود لحجرتي، فقال، حسنا يا صغيري، ولكنك تعلم المثل القائل، إن من يضع رأسه في الرمل لن يرى أي شيء. لم أفهم ما يتحدث عنه، إلا أنني قلت، نعم نعم صحيح. ولكنه عاد يقول، إنك لن تعرف ما تستطيع عمله حتى تجربه. فعدت أتساءل وأنا أصعد إلى الفراش، وماذا أستطيع أن أفعل؟ كيف يمكن أن أخرج من هذا الارتباك؟ لماذا لم يستمع والدي لما قلت؟ لقد طلبت منهما عدم إرسالي إلى هنا، ولكن مهلا، إنني أستطيع الاتصال بهما وأطلب منهما إرسال لوغان أو المجيء لاصطحابي، لأنني أتعرض لخطر، خطر حقيقي، سأطلب منهما أن يخرجاني من هنا فورا. حسنا، لقد قمت بحل المشكلة الأولى، وبقيت المشكلة الثانية، أين أجد الهاتف؟ وهنا وصل فرانك للحجرة وهو يرتدي زي السباحة وجسده مبلل، فتبللت أرضية الحجرة وهو ينتقل داخلها قبل أن يقول، لقد كنت أبحث عنك، لماذا لم تأتي لتسبح معنا؟ أجبت في وجوم، لا أريد. عاد ينظر نحوي متسائلا، هل تجيد السباحة؟ أجبت معترفا، بالطبع أجيد السباحة، أعني أنني لست بارعا ولكن أعرف كيف أسبح. ثم هبطت من فراشي متسائلا، أين أجد هاتفا هنا؟ أجابني، يوجد أحدهم معلق خارج صالة الطعام. توجهت نحو الباب قائلا، رائع. ناداني، لا ليس رائعا وغير مسموح لنا باستخدامه. وعندما جاء الليل انتظرت حتى ذهب الثلاثة إلى صالة الطعام وأخبرتهم أنني سألحق بهم، ثم نظرت من النافذة حتى رأيت أن الجميع قد توجهوا لصالة الطعام. وعندما تأكدت أن الجميع بداخلها تسللت خارج الحجرة قاصدا استخدام الهاتف، فاقتربت من المبنى في حذر وأنا أسمع أصوات الأكواب والأطباق وضحكات الأطفال المرحة بداخلها وهم يتناولون العشاء. فاستدرت حول المبنى في سرعة، وهناك لم أجد الهاتف، لقد كذب علي فرانك.
لماذا؟ لماذا يفعل ذلك؟ ولكن مهلا، ربما يكون الهاتف معلقا على الجانب الآخر، فدرت حول الحجرة لأصل لجانبها الآخر وأنا أسير منحنيا حتى لا يراني أحد، وتسللت لأنفي رائحة الهامبرجر والبطاطس فتقلصت معدتي جوعا، ولكنني لم أكن أستطيع الأكل، فلا بد أن أتصل بالبيت أولا، فهذا الاتصال سينقذ حياتي. وأخيرا وجدت الهاتف، فوضعت عددا من العملات المعدنية داخل خزانته لتتساقط داخلها وتصدر ضوضاء معدنية مزعجة، فتلفت حولي حتى أتأكد أن أحدا لم يسمعني، وأنا أتساءل في قلق، ماذا لو لم يكن هناك أحد بالمنزل؟ إنني لم أفكر في هذا الأمر. تقلصت معدتي مرة أخرى وأنا أستمع لرنين الهاتف متمنيا أن يكون هناك أحد بالمنزل. سمعت رنينا آخر ثم انبعث الصوت، ألو؟ لقد كانت والدتي. نعم، فتحت فمي لأجيبها، ولكني شعرت بيد تمتد فوق كتفي حتى تصل إلى سماعة الهاتف وتقطع الاتصال. استدرت في سرعة فوجدت جيم يقف خلفي وقد ضاقت عيناه قبل أن يقول، مع من تتحدث؟ أنت تعرف أن هذا غير مسموح به. صرخت فيه، وأنت تعرف أنني لست جيم، إنني أتصل بوالدي وسأطلب منهما الحضور لأخذاني من هنا. قال، ولماذا لم تخبرني بذلك؟ دعني أساعدك. وفجأة جذب سماعة الهاتف بقوة ففصلها عن الهاتف وأعطاها لي، وأنا أرى السلك يتدلى منها ويتأرجح في الهواء، ثم قال، ها هي يا صديقي، اذهب بها إلى حجرتك حتى لا يمسك بك أحد. صرخت أنا ألقي بها على الأرض، لماذا فعلت هذا؟ دفعني للخلف قائلا، لا يمكنك العودة إلى منزلك، فنحن نحتاج إلى جيم، المعسكر يحتاج إليك. دفعته بعيدا صائحا، توقف عن مخاطبتي بهذا الاسم. أجاب في استفزاز، ولكنك جيم، إنك الشخص المطلوب. قلت في حدة، أتضحك؟ حسنا، يوم الاثنين سأكون أنا من يضحك كثيرا، فلدي أخبار سيئة لك. تساءل في استخفاف، حقا، وما هي؟ أجبت، خمن. هز رأسه ثم قال، امهلني قليلا، ما هي هذه الأخبار؟ أجبت مرة أخرى، فكر مليا. قال، يا لك من طفل، من المؤكد أنه لا توجد لديك أي أخبار. كررت، حاول التفكير. لم يتملك نفسه فقال، حسنا، اخبرني من فضلك. قلت، لوغان. قال، ومن هو لوغان؟ لا تريد أن تعرف حقا؟ أجاب في غضب، إنك مخادع، هذه ليست دعابة. قلت، بل هي كذلك، وهي دعابتك هذه المرة. دفعني بقوة فوقعت على الأرض وهو لا زال يتساءل، من هو لوغان؟ جذبت قدميه فسقط بجانبي لأمسك بسترته وأجذبها بقوة صائحا، أعد لي سترتي، أريد استعارة ملابسي. قفز فوقي ولوى ذراعي خلف رأسي ثم قال في عنف، اخبرني حالا. رفضته بساقي لأبعده عني فاصطدم بشجرة، ثم قلت، يوم الاثنين سيصل شقيقي إلى المعسكر. ثم نهضت لأنفض الغبار عن ملابسي متابعا، وسيخبر الجميع بالحقيقة، سيخبرهم أنني داستن، لقد خسرت يا جيم. تقدم نحوي ليدفعني مرة أخرى صائحا، مستحيل. سقطت مرة أخرى فلكمني في معدتي ثم ركلت في قدمي، وفجأة انبعث صوت العم كارول في المكان، ما الذي يحدث هنا؟ وجذب أحد المشرفين جيم من فوقي ثم ساعدني على النهوض قبل أن يقول لي، من الأفضل أن تدخر قوتك يا جيم، وسوف تحتاجها. صرخت فيه بقوة قائلا، أنا لست جيم، أنا داستن. فقال العم كارول، لقد أصبحت هذه الدعابة سامجة أيها الفتى، لماذا لا تدعها؟ وضحك جيم لما قال فأجبته، حسنا، سترون جميعا، انتظروا حتى يوم الاثنين وسترون جميعا. وقفت خلف نافذة الحجرة متسائلا، هل أنتم واثقون من إقامة حفل سمر الليلة؟
أعتقد أن الجو سيكون ممطرا. قال فرانك وهو يرتدي حذاءه في سرعة. إذن فمن الأفضل أن نسرع، فلابد أن أفوز بذلك التحدي. قلت متسائلا، أي تحدي؟ أجابني جيسون وهو يخلع قبعته، لقد تحدانا فرانك، إنه يستطيع دس 20 قطعة من الحلوى في فمه دفعة واحدة. وأضاف كيفن، ونحن تحديناها أننا نستطيع وضع 30 قطعة. ثم أضاف متسائلا، لماذا لا تشاركنا؟ هل تعتقد أنه يمكنك التفوق علينا؟ غمغمت، لا أدري، فأنا لم أحاول حشر أي شيء في فمي قبل ذلك. ثم توجهت نحو باب الحجرة وفتحته لأنظر نحو السماء الملبدة بالغيوم التي تحجب ضوء القمر، وشعرت بالرياح القوية التي كادت أن تغلق الباب. ونظرت إلى القوارب المصفوفة في البحيرة، فوجدتها تصطدم ببعضها البعض من أثر الرياح القوية. ثم نظرت إلى الجانب الآخر لأرى أعضاء المعسكر يغادرون حجراتهم وهم يحنون رؤوسهم لأسفل ويسيرون في مواجهة الرياح نحو ساحة المعسكر. ثم جاء كيفن ليفتح الباب قائلا، هيا هيا بنا قبل أن تنفذ الحلوى. تبعتهم نحو ساحة حفلات السمر لأجد مجموعة من الأطفال يحيطون بمائدة الطعام، فأسرع كل من كيفن وفرانك وجيسون يزاحمونهم من أجل الوصول للمائدة، وملأ كيفن يده بمجموعة من الحلوى ليحشر أكثر من 10 قطع في فمه دفعة واحدة قبل أن يبدأ الآخران. فقال فرانك وهو يدفع ب4 قطع من الحلوى في فمه، هيا يا جيم حاول. أجبت وأنا أرى كيفن يدس 10 قطع أخرى في فمه، لا لا سوف أشاهد ما يحدث فقط. ثم لاح لي مالفين. مالفين ذلك الفتى أحمر الشعر المرافق لجيم في حجرته وصاح، انظروا سوف يتقيأ. وبالفعل انحنى كيفن للأمام نحو مالفين وتقيأ كل الحلوى التي التهمها فوق الفتى المسكين. وقدم لي جيسون مزيدا من الحلوى وهو يقول، هيا إنه دورك. قلت أنا أتراجع، فيما بعد. ثم توجهت نحو نيران المعسكر لأرى الدخان المتصاعد منها وهو يتلاشى وسط الرياح القوية، وتذكرت أن لوغان سيحضر إلى هنا غدا، وهنا فقط سأستطيع أن أكون داستن مرة أخرى. ثم سمعت صوت أقدام تقترب مني، تبعها صوت جيم يقول، ألا زلت ترغب في الاتصال بوالديك؟ لدي فكرة، لماذا لا ترسل لهم رسالة دخان مثل الهنود الحمر؟ تجاهلت وتوجهت للجانب الآخر لأجلس خلف مجموعة من الأطفال يتناولون الحلوى. قال أحدهم لصديقي، جيرمي هل لديك مزيد؟ ولم يجبه جيرمي، فقد كان مشغولا بلف الحلوى حول أصابعه مثل الخواتم. فنظر الفتى نحو يده ثم جذب ذراعه نحو النار، فأغلقت عيني في خوف ثم فتحتهما لأجد جيرمي يصيح في الفتى قائلا، هل أنت مجنون؟ أجابه في بساطة، إنها الطريقة التي يمكنك بها الحصول على لحم مشوي. ثم ضحك الجميع، يا لهم من مجانين، سوف يحرقون أجسامهم. وفي رعب قفزت من مكاني وأنا أرى طفلا آخر يضع الحلوى بين أسنانه ويتقدم برأسه ليضعها بأكملها وسط النيران، فتحيط بها ألسنة اللهب ويتحول لون الحلوى في فمه إلى اللون الأسود. لابد أن هناك خطأ، ولا بد أن أبتعد عنهم. وبالفعل ابتعدت عنهم وأنا أفكر في الخطر الذي يحيط بي في هذا المكان، فانطلقت أركض نحو الغابة. كان لابد أن أضع خطة للخروج من هذا المكان، فأخذت أرمق بين الأشجار وأنا أنوي ألا أنتظر في هذا المكان دقيقة واحدة أكثر من ذلك. كانت الرياح تهب قوية فتتميل معها أغصان الأشجار وتصطدم ببعضها البعض. ثم سمعت صوت الرعد يهدر من حولي وأنا أتعمق داخل الغابة، وكان القمر يضيء الطريق ولكن ضوءه خفت عندما تراكمت فوقه السحب وزادت قوة الرياح لتدفع الأتربة نحو عيني. فرحت أركض وأنا لا أرى أي شيء حتى اصطدمت بجسم ما. لقد كانت فتاة، صاحت محذرة، أنت انظر إلى طريقك. ولكنني اصطدمت بها بالفعل، فسقطت على الأرض وجلست تلهث في قوة، ورأيت وجهها في ضوء القمر.
كانت شقراء وشعرها الطويل مجدول خلف رأسها، وعلى وجهها يتناثر النمش وهي ترتدي سروالا قصيرا وسترة صفراء، ويتدلى من حول عنقها سلسلة فضية براقة، وظلت تحدق نحوي بخوف. فنظرت إلى عينيها الداكنتين العميقتين وأنا أتساءل، ترى من هي ومن أين أتت؟ ساعدتها على النهوض ثم سألتها، من أنت وماذا تفعلين هنا وسط الغابة؟ نفضت الغبار عن سروالها ثم قالت، إنني من معسكر الفتيات. قلت أسألها، أي معسكر؟ انبعث صوت الرعد مرة أخرى فوق رأسينا، وبدت الفتاة كما لو كانت لم تسمع السؤال وهي تنظر للسماء وترتعد. فكررت سؤالي، أي معسكر؟ لقد أخبرونا أنه لا توجد معسكرات أخرى حولنا. قالت، إنهم لا يريدونكم أن تعرفوا، فهم يخشون من تسلل الأولاد إلى معسكرنا. عدت أسألها مرة أخرى، وأين يوجد هذا المعسكر؟ أجابت، لن يمكنك رؤيته من هنا، إنه على شاطئ النهر. وهنا تساقطت قطرات صغيرة من المطر فوقنا، فاستدارت الفتاة قائلة، من الأفضل أن أذهب الآن. أوقفتها متسائلا، انتظري، ما هو اسمك؟ أجابت، لورا كارتر، وأنت جيم، أليس كذلك؟ وشعرت بخوف ورعدة تجتاح جسدي، ونظرت في عينيها الداكنتين وأنا أتساءل في دهشة، كيف عرفتي؟ أجابت، إنني أعرف الكثير عنك وأعرف أنك لا تحب الحشرات. ارتعش صوتي وأنا أتساءل مرة أخرى، وكيف عرفت ذلك؟ قالت، لا تغضب، لقد سمعتهم وهم يضايقونك. من هم؟ الأطفال الآخرون من المعسكر. متى؟ عندما كنتم تسيرون بالقوارب في النهر ولكنك لم تراني. ثم جذبت سلسلتها الفضية وأخذت تدورها حول أصابعها لتتابع، لقد كنت أتلصص عليكم من بين الأشجار. وازداد هطول الأمطار قليلا فقالت، يجب أن أذهب فعلا، فأنا لا أريد أن تبتل ملابسي حتى لا يعرفن أنني كنت هنا. سألتها، من اللائي سيعرفنا؟ أجابت، مشرفات المعسكر. ولماذا أتيت إلى الغابة بمفردك في مثل هذا الوقت؟ لأنني أكرههم. كانت لورا تبدو لطيفة، ولكن لم يكن من السهل جذب أطراف الحديث معها، فسألتها، من الذين تكرهينهم؟ غمغمت، كل شيء وكل أحد، كل فتيات المعسكر والمعسكرات، أكره كل هذا. ثم تنهدت لتتابع، إنني أحضر للسير وسط الغابة كل ليلة في محاولة لإيجاد طريق حتى أهرب من هنا، ولكنني لم أتمكن من ذلك حتى الآن. سألتها قائلا، ولكن ألا تخافي من الحضور إلى هنا بمفردك؟ ألست خائفة من القناص؟ لهست لورا خوفا ثم تساءلت قائلة، هل أخبرك بهذه القصة وذلك الطفل الذي يختفي كل صيف؟ أومأت برأسي موافقا، فقالت وجسدها كله يرتعد، هذا ليس صحيحا، أليس كذلك؟ غمغمت، أنا غير متأكد. وشعرت بشعور فظيع، فلم أكن أقصد أن أخيفها، حتى قالت بهدوء، لقد اعتقدت أنهم اخترعوا هذه القصة، ولكن طالما أنكم تعرفون نفس القصة فمن الممكن أن تكون حقيقية. رأيت شفتها السفلى ترتعش، ثم سمعت صوت الأشجار من خلفنا، فقفزت في خوف ثم نظرت خلفي، ولكنني لم أرى أي شيء، فقلت مخمنا، لابد أنه صوت الأمطار فوق أوراق الشجر. ارتعش صوتها وهي تقول، حسنا، ولكن ربما من الأفضل أن نعود. انتظري، أنا آسف لأنني أخفتك، فأنا أعرف أن هذا الأمر أثار ذعرك، أعني أنني أكره المعسكر أيضا ولا أشعر بأي سعادة هناك. اتسعت عيناها قائلة، هل هذا صحيح؟ عظيم. رددت متسائلا، عظيم؟ بدت ابتسامة على وجهها وهي تقول، إننا نستطيع مساعدة بعضنا البعض على الهرب وأن نصل إلى الضفة الأخرى من النهر. لقد كنت خائفة من عبور النهر بمفردي ولم أستطع الوصول إلى الطريق السريع المجاور له. ثم جذبت يدي وهي تدفعني للسير أماما، هيا بنا. ولكنني تذكرت قدوم لوغان في الغد
وأنني لن أستطيع الذهاب معها الآن، فجذبت يدي قبل أن أقول: مهلا، أنا لا أستطيع عمل ذلك اليوم. بدا الإحباط على وجهها، فعدت أقترح: دعينا نتقابل غدا ونخطط للهرب. امتلأ صوتها بالشك وهي تتساءل: هل تعدني؟ قلت: سوف نتقابل هنا، هل تعتقدين أنك ستستطيعين الحضور إلى نفس المكان غدا؟ أجابت: لا توجد مشكلة، فسوف أبحث عن هذه الشجرة. ثم أشارت نحو جذع الشجرة مشقوق من منتصفه، ثم ودعتني وانطلقت نحو معسكرها، وتوجهت أنا نحو المعسكر والأمطار تزداد في الهطول. ثم ظهر وميض البرق في السماء فأضاءت الغابة لوهلة، وفي هذه الوهلة رأيت الثعلب. رأيته يقف في نهاية الطريق ويحملق نحوي بشدة. ازدادت حدة نظرات الثعلب نحوي، فوقفت متجمدا في مكاني وأنا أتنفس في صعوبة وأحدق في عينيه. كانتا عينين غريبتين بالفعل، كانتا تحملان شيئا آدميا، شيئا مألوفا، وشعرت بقلبي يخفق، وأحسست أنني قد رأيت هاتين العينين قبل ذلك. وظل الثعلب يحملق فيه. ماذا أفعل؟ هل أحاول الهرب؟ ترى هل سيهاجمني إذا تحركت؟ ازداد خفقان قلبي قوة حتى شعرت أن صدري يكاد ينفجر. ثم نظرت لأسفل فوجدت حجرا صغيرا، التقطته بيد مرتعشة قبل أن أخذ نفسا عميقا وأقذفه نحو الثعلب الذي تراجع وهو يزمجر في غضب ويبتعد، حتى أنطلق أنا راكدا عبر الغابة حتى وصلت إلى المعسكر. وهناك لم أجد أحدا، وكان المعسكر مظلما، وكذلك كل الحجرات، فقد انطفأت كل الأضواء قبل حضوري. فتسللت في هدوء إلى حجرتي وصعدت فوق الفراش بينما قلبي لا يزال يخفق بقوة، فرحت أطمئن نفسي قائلا: إن الغد سيكون أفضل، فغدا سيحضر لوغان وسنعود معا إلى البيت. تسلل ضوء الشمس إلى الحجرة، فلم أصدق أن الليل قد انقضى وأن الصباح قد لاح أخيرا. فتثاءبت بصوت مرتفع ثم سألت: هل يعرف أحد كم الساعة الآن؟ ثم جلست في الفراش ونظرت حولي، فوجدت الحجرة خالية. ترى أين ذهب الجميع؟ قفزت من الفراش وأسرعت نحو النافذة، فرأيت بعض رواد المعسكر يسبحون في البحيرة، وآخرون أصغر سنا يلعبون الكرة، وأنا أتساءل عن سبب اختفاء الجميع في هذا الوقت. ورأيت ساعتي فوجدتها تشير إلى 11. لقد فاتني وقت الإفطار ووقت تدريب الرماية، فجذبت سروالا أسود وسترة سوداء وارتديت حذائي، ثم انطلقت إلى الخارج لأرى العم كارول يخرج من حجرته ويتوجه للتل الموجود في الجانب المقابل. فصحت أناديه: أيها العم كارول، انتظر. ثم أسرعت نحوه متسائلا: سيصل شقيقي لوغان اليوم، هل تعلم متى ستصل الحافلة التي تقله؟ أجاب: لقد وصلت بالفعل وأنا ذاهب إلى هناك الآن. قلت في سعادة: رائع، سوف أتمكن الآن من أن أثبت لكم من أنا. ثم توجهنا نحو التل معا لأرى الأطفال تغادر الحافلة الصفراء ويقفون متزاحمين في انتظار العم كارول. ورأيت جيم يراقبنا من بعيد، حتى رأيت لوغان فأشرت إليه وقلت للعم كارول: هذا هو شقيقي، ذلك الصغير الذي يرتدي سترة برتقالية وقبعة سوداء. تقدم العم كارول نحوه وجذب قبعته مداعبا قبل أن يقول: أوه، قبعة جميلة أيها الفتى. فقال لوغان في هدوء: أشكرك. ثم صحت أنا: لوغان، أنا سعيد لرؤيتك، هيا اخبر العم كارول، اخبره أنني داستن، اخبره أنني شقيقك. حدق لوغان في وجهي ثم غمغم متسائلا: من أنت؟ أنت لست شقيقي، إن شقيقي يقف هناك. نظرت إلى حيث أشار فوجدت جيم، ووجدت لوغان ينطلق نحوه ليصافحه قائلا: كيف حالك يا داستن؟ ثم أشار إلي من بعيد وهو يسأل: من هذا؟ وجهت حديثي إلى العم كارول بصوت مرتفع، شعرت معه أن عروق رقبتي سوف تنفجر. لوغان شقيقي، يجب أن تصدقني، فأنا داستن. فنظر الجميع نحوي في صدمة، وسمعت أحدهم يقول: إنه مجنون.
وبعدها تقدم العم كارول نحوي وأمسك كتفي بيديه الكبيرتين ثم قال: اهدأ، إنك تثير خوف هؤلاء الأطفال. أخذت نفسا عميقا ولكنني لم أستطع أن أهدأ، وأنا أرى جيم يصطحب لوغان ويسيران نحو البحيرة، فرحت أهز رأسي غير مصدق لما أرى، ثم غمغمت: أنا لا أفهم لماذا يفعل لوغان هذا. قال العم كارول: اسمعني يا جيم. أنا لست جيم، صاح في حزم. اسمع، لقد انتهى الأمر ولا يجب أن نتحدث في هذه الأمور مرة أخرى، مفهوم؟ عدت أكرر: أنا لست جيم. تنهد ثم قال أخيرا: حسنا، فكر معي في الأمر. أنا أرى أنك جيم، وكل من بالمعسكر يعتقد أنك جيم، وشقيق داستن يعتقد أنك جيم، لذلك حاول أن تريحنا قليلا وتتظاهر فقط بأنك جيم. صرخت قائلا: أنا داستن، أعرف أنك تعتقد أنني مجنون ولكنني لست كذلك، أنا داستن. تجاهلني العم كارول واستدار نحو الأطفال قائلا: استمعوا إلي جيدا، على الأطفال الجدد أن يقفوا على اليمين و... توجهت بعيدا وأنا أشعر بدوار شديد لأتساءل لماذا فعل لوغان هذا؟ أنا لا أفهم، لقد كنت أشعر بالخوف والارتباك، فتوجهت مترنحا نحو البحيرة، وهناك رأيت بعض الأطفال يسبحون في سباق عبر البحيرة، ثم غطسوا جميعا تحت الماء حتى هدأ سطح الماء تماما واختفت أصواتهم، وطالت مدة بقائهم أسفل سطح الماء، فتساءلت كيف يمكن أن يظلوا تحت الماء طوال هذه المدة؟ أين ذهبوا؟ وبدأت أشعر بالقلق، فلا أحد يستطيع البقاء تحت الماء طوال هذه المدة، فأخذت أحملق في البحيرة حتى استولى الفزع علي وبدأ قلبي يخفق في قوة، فصرخت: النجدة، فليساعدني أحد، إنهم يغرقون جميعا. استمر صراخي وأنا أتلفت حولي بحثا عن من يساعدني. إنهم يغرقون، النجدة. ونظرت نحو ملعب البيسبول فوجدت خاليا تماما، وكذلك لم أجد أي أثر للعم كارول أو الأطفال. أين ذهب الجميع وأين المشرفون؟ رحت أصيح مرة أخرى طالبا للنجدة ولكن دون نتيجة، وكانت قد مرت 5 دقائق تقريبا، فعرفت أنه لا أمل في بقاء أي منهم على قيد الحياة حتى الآن. ولكن فجأة وجدت جميع الأطفال يصعدون مرة أخرى فوق سطح الماء دفعة واحدة، وهم يضحكون في مرح ويرشون بعضهم البعض بالمياه، ونظرت لهم في تعجب وأنا أتساءل كيف فعلوا ذلك؟ لا أحد يستطيع البقاء تحت الماء طوال هذه الفترة، لا أحد. وقررت أخيرا أنني يجب أن أغادر هذا المكان اليوم، ولكن يجب أولا أن أجد لوغان. وما إن جالت الفكرة بخاطري حتى وجدته يخرج من الغابة بصحبة جيم ويتوجهان معا إلى القوارب المربوطة في جانب البحيرة، وسمعت لوغان يتساءل وأنا أتوجه نحوهما: هل يمكن أن نقوم بنزهة في هذه القوارب اليوم؟ وسمعت جيم يجيب: غير مسموح لنا بذلك إلا إذا كان هناك مشرف معنا. ولاحظ جيم وجودي فقال موجها حديثه للوغان: استمع إلى هذه الدعابة. قطعته قائلا: إن لوغان لا يريد السماع لدعاباتك السخيفة. ولكنه تجاهلني وبدأ يقص الدعابة علي، فتنهدت في نفاد صبر قبل أن أجذب ذراع لوغان الذي صاح قائلا: دعني وشأني، إنك لست شقيقي، إنني حتى لا أعرفك. قلت له محذرا: توقف عن هذا يا لوغان، وهيا نذهب من هنا. ثم جذبته بعيدا خلف صالة الطعام لنتحدث، ثم سألت مباشرة: ما الأمر؟ لماذا تدعي أنك لست شقيقي؟ أبعد نفسه عني فقلت وأنا أضغط على أسناني غيظا: أجبني يا لوغان، فلن نتحرك من هنا حتى تخبرني. قال أخيرا: كف عن الصراخ في وجهي، إنني خائف. سألت في دهشة: وما الذي يخيفك؟ فاعترف أخيرا: لقد قال جيم إنه سيؤذيني لو لم أكذب بشأنك. شعرت بالأسف نحوه فقلت: سوف نغادر هذا المكان الليلة ونعود للمنزل، لا تخشى أي شيء. قفز وهو يقول: أنا لا أريد العودة للبيت، لقد وصلت هنا لتوي، فلماذا نضطر لمغادرة المكان؟ أجبت: لأن الخطر يحيط بنا هنا.
قال في عناد: لا، ليس هناك خطر، فكل ما علي هو التظاهر بأنك لست شقيقي. لم أكن أريد أن أخبره بقصة القناص ولا كل الأشياء المريبة التي تحدث، فقد كان خائفا بما فيه الكفاية، فقلت له: حسنا، اذهب إلى حجرتك وافرغ حقائبك، وسيكون كل شيء على ما يرام، سأراك لاحقا. ثم تركته يذهب، وجلست بمفردي لفترة حتى أفكر في خطة جديدة، خطة بارعة بالفعل. سوف أقابل لورا في الغابة، ولكنني لن أصطحب لوغان معي. سأذهب بمفردي ونهرب أنا ولورا حتى نصل إلى ذلك الطريق الذي أخبرتني به في الجانب الآخر من النهر، وهنا سنجد هاتفا حتى أتصل بأبي وأمي وأطلب منهما أن يأتي لإنقاذي أنا وشقيقي. وأحسست بشيء من الراحة عندما رتبت ذهني، فقد أصبح لدي الآن خطة. ثم قررت الذهاب إلى حجرتي والانتظار هناك حتى حين موعد مقابلة لورا. وأثناء سيري في الممر المؤدي إلى الحجرات، وجدت مجموعة من الأطفال تحمل أسهما وأقواسا، وبينهم اثنان أعرفهما، أحدهما طويل ونحيف واسمه تود، والآخر قصير وبدين ويدعى بيلي. ورأيت تود يضع سهما في قوسه ويتخذ هدفا للتصويب، فتابعته بنظري حتى أعرف أين سيصوب، ولهثت في دهشة. لقد كان يصوب نحو بيلي الذي وقف مفرود الذراعين، وسهم يمتد خارج صدره. بالفعل لقد كان بيلي هو الهدف الذي يصوب نحو تود، ولكن بيلي لم يصرخ، لقد كان يبتسم وهو يمد يده استعدادا لنزع السهم. ولكن تود صاح: اتركه، أنا أريد أن أعرف إذا كنت سأستطيع أن أصوب أسفله تماما. وكدت أن أصرخ وأنا أراه يطلق سهما آخر نحو بيلي، ولكنه لم يصل إلى نفس المكان السابق، لقد انحرف ليتوجه نحو رأس بيلي تماما. فصحت في فزع: توقف. وهنا استدار تود وباقي الأطفال نحوي وهم يوجهون سهامهم في اتجاهي، فاستدرت مسرعا نحو الغابة حتى أنتظر حلول الليل ومجيء لورا. وهناك جلست على الأرض واستندت إلى إحدى الأشجار وأنا أتساءل: هل سأتمكن من العثور على مخرج من كل هذا؟ هل سأستطيع الهرب من هذا المعسكر المخيف؟ نظرت نحو السماء فوجدت ضوء القمر يتسلل من بين أغصان الأشجار، لقد حان الوقت. انطلقت داخل الغابة لمقابلة لورا، ومن حولي انبعثت أصوات الحشرات الليلية في كل مكان كما لو كانت تتبعني، ولكنني استمررت في العدو حتى وصلت إلى مفترق طرق، فلم أعرف هل أتوجه لليمين أم لليسار. وقفت أبحث عن أي شيء مألوف، ولكن الأشجار أحاطت بي من كل جانب وبدت كلها متشابهة، فتوجهت نحو اليسار وتابعت المنحدر حتى نهايته، وأنا أتمنى أن لا أكون قد تأخرت، فأنا لا أريد أن تذهب لورا بدوني. وسمعت صوت أقدام تتبعني فتوقفت في مكاني، وأنا أشعر بقلبي يخفق في قوة، وأنا أتمنى أن لا يكون ثعلبا هذه المرة أيضا. فانتظرت في مكاني حتى سمعت صوت عواء يرتفع وسط الغابة، فارتعدت وتساءلت: هل تعوي الثعالب؟ ثم عدت أبحث عن الشجرة من جديد حتى سمعت صوت لورا تقول: جيم، أهو أنت؟ صحت في شك: لورا؟ نعم. ورأيتها تتقدم من بين الشجرتين وهي تقول: لقد كنت خائفة واعتقدت أنك لن تأتي، أو أنك قد غيرت رأيك. ثم أخذت نفسا عميقا قبل أن تتابع: لقد كنا في شدة السخافة معي اليوم. فتساءلت: من هن؟ أجابت: الفتيات اللائي معي في الحجرة، إنهن دائما يمارسن دعابات سامجة معي، واليوم اكتشفنا أنه دوري في الدغدغة، فظللنا يفعلن ذلك حتى صرخت وكان لابد أن أهرب من هنا. قلت: أنا قادم معك وسوف نهرب معا. صاحت في فرح: شكرا يا جيم، كل ما علينا أن نفعله هو عبور النهر. ثم قادتني داخل الغابة حتى سألتها: هل أنت واثقة من أن هذا هو الطريق؟ أنا لا أرى أي شيء مألوف حولنا. وفجأة انبعث في المكان صرخة أخرى، قفزت لورا في فزع وتوقفنا لنحدد مصدر الصوت. كانت صرخة حيوان يتألم، فقلت وأنا أحاول إخفاء الخوف من صوتي: من الأفضل أن نتوقف هنا. وبالفعل
توقفنا لفترة ثم عدنا نتابع سيرنا مرة أخرى حتى سمعت صوت أنفاس لورا المرتفعة قبل أن تتوقف وتتساءل: ما هذا؟ كان هناك صوت ضحكة شريرة تأتي من بين الأشجار ويختلط بها أصوات همسات مخيفة، فعضت لورا شفتها السفلى قبل أن تتساءل: أنت تعتقد أن هناك من يتبعنا؟ أجبتها: لا، لا أعتقد أنها أصوات الأطفال وتنقلها الرياح إلى هنا. فأجابتني: ولكن لا توجد أي رياح الآن. وفجأة بدأت الرياح تهب، رياح باردة لم أستطع تحديد اتجاهها، وقوية حتى أنها دفعتنا نحو إحدى الأشجار فأمسكنا بها، بينما ظلت الرياح تهب نحونا حتى أغمضت عيني من شدة قوتها، وأنا أسمع أفرع الأشجار تقرقع بصوت مرتفع. ثم تساءلت لورا: ما الذي يحدث؟ وازداد هبوب الرياح أكثر وأكثر، فعادت تصيح في ذعر: لماذا يحدث كل هذا؟ وفجأة توقف كل شيء، وتوقفت الرياح فجأة مثلما هبت فجأة، وحل على المكان الهدوء التام، حتى قالت لورا في صوت مرتعش: أنا لا أفهم، لقد كنت أحضر إلى هنا كل يوم ولم يسبق لي أن حدث مثلما حدث الليلة. وارتعش صوتي مثلها وأنا أسألها: هل لا زال النهر بعيدا؟ وأجابت: لا، ليس بعيدا، أعتقد أنه خلف هذه الأشجار. ثم انطلقت نحو الاتجاه الذي أشارت إليه وصحت وراءها: انتظري، إنه هنا، تعال أنا أراه. واندفعت نحو الأشجار فوجدتها تقف على ضفة النهر وتقول: كل ما علينا هو عبور النهر وهناك سنكون في أمان. ثم جذبت يدي واندفعت نحو الماء فتراجعت للخلف، فقالت: لا تخف، إن المياه ليست عميقة على الإطلاق، لقد اختبرتها بنفسي. سألتها قائلا: هل أنت واثقة؟ أنا لست سباحا ماهرا. ضغطت بكفها على يدي وقالت: أنا واثقة، هيا لقد اقتربنا من المنزل. وأراحني أن أستمع إلى كلمة المنزل، فتبعتها نحو حافة النهر وتقدمت خطوة نحو الماء حتى سمعت صوتا يصيح: توقف. فاستدرت نحو مصدر الصوت ولكنني لم أجد هناك أحدا، إلا أن الصوت عاد يقول: لا تتحرك. رفعت عيني مرة أخرى ولهثت في دهشة، فهناك كان فرانك، كان يحوم فوقنا بجوار قمم الأشجار، وكان شاحب اللون كالأشباح وهو يحوم بخفة، وأنا أرى ما خلفه من خلال جسده. نعم، لقد رأيت ضوء القمر ينفذ من جسده وهو يتقدم فوقنا ويقول: لا تتحرك. وتراجعت للخلف في خوف، فعاد يقول: لا تتحرك، أنا أحذرك، لا تتحرك. جذبتني لورا من ذراعي نحو النهر ويتقول: هيا لا تدعه يوقفنا. ورأيت يقترب لأسفل نحونا فصرخت: ولكن ما هذا؟ هل هو شبح؟ وعادت لورا تجذبني بقوة أكبر قائلة: من هنا، هيا اسرع، لا تدعه ينال منك. ولكن فرانك اقترب منا أكثر وأكثر، فجذبتني لورا جانبا، إلا أنه أخذ يدور حولنا في شراسة حتى حاصرنا. فعادت لورا تصيح: لا يمكن أن ندعه يمسك بنا، يجب أن نبتعد، هيا. واندفعنا نحو النهر، وهبطت لورا للماء أولا ثم قالت: هيا يا جيم، فلن يستطع الإمساك بنا في الماء. فأخذت نفسا عميقا ثم قفزت، ولكنني قفزت متأخرا، لقد جذب فرانك ذراعي وأبعدني عن الماء، ولكن لورا خرجت من الماء وجذبتني بدورها، فعاد فرانك يجذبني بقوة أكبر حتى شعرت بألم حاد في كتفي فصرخت: توقف، توقف، سوف تمزقاني. وهنا صاح فرانك في صوت رنان: لا تقاومني، لا تحاول، ألا تعرف من أنا؟ فصحت مجيبا: بل أعرف، إنك القناص. شدد فرانك قبضته الممسكة بي حتى شعرت بأناملي تتجمد، وكأن حرارة جسدي تفر منه وقشعريرة الموت تجتاح، فصرخت: دعني أذهب. وصرخت لورا وهي تتشبث بذراعي وتحاول جذبي منه ودفعي نحو النهر: دعه، دعه وشأنه. إلا أن فرانك صاح: لا يمكنك أن تهرب، ليس بهذه الطريقة. واستمر في جذب يدي بقوة أكبر،
فزاد إحساسي بالبرودة الشديدة، فحاولت جذب يدي بكل قوتي حتى تحررت أخيرا، فصرخت: دعني، لن أكون ضحيتك القادمة. وصاحت لورا: لا تتحدث معه، لو توقفت لتتحدث معه فهذا يعني نهايتك. ثم أمسكت بيدي وقادتني نحو النهر قائلة: هيا، لا زال لدينا فرصة. ولكن فرانك عاد يحوم أمامي قائلا: استمع لي، أنا لست قناص. وجذبتني لورا بقوة أكبر وهي تصيح: ابتعد عنه، إنه شرير، لا تتحدث معه. إلا إن فرانك عاد يصرخ: أنا لست القناص، أنا واحد من ضحاياه، إنها هي القناص. تركت يد لورا فتابع فرانك: أنا لست القناص، أنا شبح ونصف الموجودين بالمعسكر أشباح، إنها القناص ونحن جميعا ضحاياها. عادت لورا تصرخ: سوف يقتلنا، أرجوك دعنا نذهب. ولكن فرانك عاد يقول: استمع لي، إننا نختار شخصا ليساعدنا في كل عام، شخصا قد يستطيع أن يحرر أرواحنا، فنحن نرغب في الراحة ولا نريد أن نبقى مسجونين في هذه الغابة. ثم اندفع نحو الأشجار وهو يقول في صوت شابه الألم: هناك طريق واحد حتى تنعم الأشباح بالسلام، فقط لو استطاع شخص أن يعبر النهر على قيد الحياة. أخذ قلبي يخفق في قوة وأنا أنقل عيني بين لورا وفرانك، وقعت في حيرة: من أصدق؟ وفي من يجب أن أثق؟ هل يكذب فرانك؟ هل هو القناص؟ ورأيته يهبط لأسفل مرة أخرى ليقول وهو يحدق بي بعينيه الباردتين: لقد اخترناك نحن الأشباح لتساعدنا. وهنا امتقع وجه لورا خوفا وقالت: إنه كاذب، إنه يريد أن يسجنك هنا للأبد. وعاد فرانك يقول: إنها كاذبة. وهي تقول: أرجوك استمع لي، أنا أحاول إنقاذ حياتك. راح قلبي يدق في قوة وجسدي يرتعد في رعب، وفقدت القدرة على التفكير حتى قالت لورا ثانية: ثق بي، سأساعدك على الهرب، صدقني. تقدمت خطوة نحو الماء فصاح فرانك: لا تذهب، إنها كاذبة، لقد أخبرتك بأن هناك معسكرا للفتيات، أليس كذلك؟ صدقني، لا يوجد هناك أي معسكر، إنها تريد الإيقاع بك، وكل ما تريده هو أن تجعلك تدخل الماء. كان يحوم حولنا بجنون فتتناثر أوراق الأشجار مع حركته، فصرخت فيه: وأنت تريد مني أن أدخل إلى الماء أيضا، كلاكما تريداني أن أعبر النهر. فقال فرانك: ولكنها لن تدعك تعبر على قيد الحياة، أما نحن فنريدك أن تعبر حيا. وشعرت برأسي يدور: ماذا أفعل؟ ومن أصدق؟ ومن الذي أمنحه ثقتي؟ من؟ أخذت أحدق في لورا متسائلا: هل تقول الحقيقة؟ ثم استدرت نحو فرانك وعدت أتساءل: أم أنه هو الذي يقول الحقيقة؟ ماذا يجب أن أفعل؟ وتقدمت لورا نحوي قائلة: أنا لن أستطيع الانتظار أكثر من ذلك. اعتقدت أنها ستعبر النهر بمفردها، ولكنها عادت تكرر: لن أصبر أكثر من ذلك، إنك شبح المعسكر التالي يا جيم. ثم رأيتها تقترب مني وقد ازداد بريق عينيها في الظلام وهما يتحولان إلى اللون الأحمر، ثم رأيت جسدها يرتفع في الهواء ويتحول إلى ثعلب. وقفز الثعلب نحوي محاولا نشب مخالبه في صدري، ودفع أنيابه الحادة في وجهي، فشعرت بالأسنان الحادة تخترق رقبتي لأشعر بألم خارق، ثم شعرت بالدم الحار ينساب فوق جسدي قبل أن يطلق ذلك المخلوق صرخة حادة قصيرة وينشب مخالبه في وجهي، فصرخت أنا أجذب فراء ظهره محاولا إبعاده عني، ثم جذبت رأسه للخلف في قوة ففتح فكيه في استعداد للهجوم علي، فأدركت أنني يجب أن أفعل أي شيء. وهنا تذكرت لقد قالت أن الفتيات قمن بدغدغتها ظهر اليوم. حسنا، إنها سريعة التأثر بالدغدغة، ودفعت ذلك المخلوق بعيدا عن صدري ليطلق صرخة تهديد منخفضة قبل أن أمد يدي في سرعة نحو بطنه، وكتمت أنفاسي ثم بدأت أدغدغه. دفعت أصابعي نحو فراء هذا المخلوق وبدأت أحركه حتى ندت زمجرة خافتة من حلقه، ومال برأسه للأمام وأخذ يصرخ في غضب وهو يفتح فكيه في شراسة، فأدركت أن هذا لن يفلح، لقد خدعتني لورا.
ماذا يجب أن أفعل الآن؟ ماذا؟ جذبت المخلوق بكلتا يدي وأبعدته عني في قوة، فسمعت يزمجر في ألم عندما سقط فوق الأرض، ثم سمعت صوت فرانك بجواري يقول: اسرع، فبإمكانك أن تنقذ كل أطفال المعسكر، إنها فرصتك الآن، هيا حاول عبور النهر. وتقدمت بالفعل نحو الماء، إلا أنه عاد يصيح: توقف. فتوقفت عند حافة النهر وأنا أحدق في تلك الأيدي في رعب. عشرات الأيدي الخضراء النحيفة تخرج من تحت سطح الماء وترتفع للإمساك بي، ثم تعالت صياحات مخيفة أثناء خروجها من الماء. فتراجعت للخلف، ثم قال فرانك: إن النهر زاخر بالوحوش ولن تستطيع عبوره سباحة، وإلا فستمسك بك هذه الأيدي، وهذا هو ما يريده القناص. نظرت نحو النهر المظلم والأيدي التي يتزايد ظهورها فوق سطح الماء وهي تقترب نحو الشاطئ، محاولة الإمساك بأي شيء دون أن تراه، على استعداد لجذب أي ضحية نحو القاع. فصحت: أنا لا أستطيع مساعدتك ولا أستطيع إنقاذ أي أحد. ولكنه قال موجها: تسلق هذا الفرع وسيمكنك عبور النهر. نظرت إلى فرع الشجرة ثم غمغمت: لا أعتقد أنني سأستطيع. قال: بالطبع ستستطيع يا جيم، إنك فتى رياضي ولهذا اخترناك، سيكون الأمر سهلا عليك. بدأت شرح الأمر فقلت: أنا لست، كدت أن أقول أنني لست جيم، ولكنني توقفت، فما الفائدة الآن؟ ولكنني عدت أقول: أنا لست متأكدا. فعاد فرانك يقول: لو استطعت عبور النهر فسوف ننعم بالسلام. أرجوك يا جيم، يجب أن تحاول، يجب أن تقهر القناص. وبالفعل توجهت نحو الشجرة وقفزت لأعلى وأمسكت فرع الشجرة بكلتا يدي، ثم بدأت أتقدم لعبور النهر وأنا متعلق بهذا الفرع فوق الماء. وعندما نظرت لأسفل وجدت المياه والأيدي الخضراء الباحثة عني، فصرخت قائلا: سوف أفعلها. صاح فرانك: بل يجب أن تفعلها، استمر. تحركت فوق الماء وأنا متعلق بفرع الشجرة، محاولا إبعاد هذه الأيدي التي تحاول الإمساك بي بقدمي، وأنا أسمع الصياحات الصادرة من النهر تتزايد، وشعرت بثقل ذراعي وبألم شديد يخترق كتفي، فزمجرت: أنا لن أستطيع أن أكمل. قال فرانك: لقد قطعت نصف المسافة. حاولت التقدم في استماتة وأنا ألهث بشدة، ثم قلت: إن الفرع مبلل، ستنزلق يدي. وشعرت بالفعل بجسدي يقترب من المياه وأصابعي تنزلق، لتتعالى الصياحات المنبعثة من النهر أكثر وأكثر، وتزداد حركة الأيدي التي تحاول الإمساك بي في شراسة وقوة. فصرخت مرة أخرى: سأنزلق. وبالفعل انزلقت يداي من فوق الفرع وأنا أصرخ، فقد كنت أسقط نحو مياه النهر. أغلقت عيني وأنا أشعر بسقوطي نحو الماء، ولكن لا، إنني لم أسقط، لقد كنت أحوم في الهواء. ثم سمعت صوت فرانك يقول: لا تخف، لقد أمسكت بك. نعم، لقد أمسك بي فرانك في الهواء وأبقاني معلقا فيه، ومن تحتي أرى تلك الأيدي التي تحاول النيل مني، قبل أن يصيح فرانك قائلا: هيا حاول التعلق بالفرع من جديد. رفعت يدي وجذبت فرع الشجرة قبل أن أسمع زمجرة خافتة جعلتني أنظر لأسفل وأراه. رأيت عينيه، عين الثعلب، فصرخت: لقد عاد. وصاح فرانك: هيا يا جيم، اسرع، فيجب أن تصل للجانب الآخر. وبدأت في التحرك نحو الجانب الآخر وأنا أشعر بألم متزايد في أصابعي، ثم رأيت الثعلب يعدو في اتجاهي، فأحسست بالعرق يتصبب فوق جبهتي وقلبي يخفق بقوة مع ارتفاع صوت الصياحات القادمة من النهر. فحاولت أن أظل متمسكا بالفرع وألا أسقط، حتى صاح فرانك: اسرع اسرع يا جيم، لقد كدت أن تصل. وتساقط العرق فوق عيني قبل أن أسمع الفرع وقد بدأ يصدر أصواتا تدل على أنه سوف ينكسر. فنظرت إليه في فزع وأنا أنقل يدي في بطء فوقه، ثم نظرت للخلف فرأيت الثعلب يسف فوق الفرع من الجانب الآخر، ففقدت تركيزي وانزلقت أصابعي وسقطت لأسمع صيحة تهديد تخرج من بين فكي الثعلب وهو يقفز ورائي،
ولكنني دفعت بجسمي للأمام حتى استقر على الضفة الأخرى للنهر، وماء لمست قدماي الأرض حتى سمعت صوت ارتطام جسمي بالماء. لقد سقط الثعلب في الماء وارتفعت الأيدي العمياء لتمسك به وهو يعوي في ألم. وقفت أنظر للماء وأنا غير مصدق لما حدث، وفي انتظار أن يعود الثعلب للظهور مرة أخرى، ولكنه لم يفعل. ورأيت الأيدي تعاود الهبوط تحت سطح الماء مرة أخرى ليهدأ جسدي وتهدأ ضربات قلبي قبل أن أطلق زفرة، زفرة ارتياح قصيرة، ولكن لم ألبث أن أتراجع في فزع عندما رأيت يدا تندفع من تحت الماء وتجذب قدمي. صرخت في دهشة: لا، دعوني وشأني. ثم نظرت لأسفل وتنهدت في ارتياح. لقد كان فرع شجرة يطفو فوق الماء ليصطدم بقدمي، لم يكن يدا. فسقطت على ركبتي وأنا أجاهد لالتقاط أنفاسي حتى سمعت صوت فرانك يقول في سعادة: لقد فعلتها وكنت غاية في الشجاعة، والآن سنستطيع جميعا أن ننعم بالراحة. ورأيت جسده الهائم تحت ضوء القمر يختفي ويتلاشى تدريجيا حتى لم يصبح له أي أثر. وهنا أدركت أنني قد فعلتها حقا، لقد عبرت إلى الضفة الأخرى للنهر وأنقذت ضحايا القناص الأبرياء. فقفزت لأعلى في فرح وأنا أصيح: نعم، لقد فعلتها، لقد أصبحت شخصا جديدا، شخصا أكثر شجاعة. ثم لوحت بقبضتي في الهواء صائحا: لقد أنقذت الأشباح وقضيت على القناص. ونظرت نحو النهر فوجدت المياه وقد صارت هادئة تتلألأ في نعومة في ضوء القمر. ومهلا، لقد لاحظت شيئا، إنني أواجه مشكلة، كيف سأعود لضفة النهر الأخرى؟ وصحت طلبا للمساعدة: النجدة، هل يسمعني أحد؟ ولم أجد سوى الصمت التام. فعدت أصيح مرة أخرى وأنا أضع يدي على شكل بوق أمام فمي: هل يسمعني أحد؟ أنا أحتاج للمساعدة. ومرة أخرى لم أجد سوى الصمت، لا شيء سوى أصوات حشرات الليل وفروع الأشجار التي تتحرك مع الهواء. فصرخت: هل يوجد هناك أحد؟ أي أحد؟ كيف سأعود؟ ألا يوجد أحد هنا؟ تمت.